له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي في حلقة جديدة من برنامجنا أصغار الرؤى. النهاردة حلقة جديدة زي ما تعودنا مع حضراتكم، حلقة كاملة بستقبل فيها تليفوناتكم ورسائلكم على الهواء مباشرة علشان تجاوب على كل أسئلتكم. ضيفتي الكريمة وكالمعتاد اللي بنستضيفها وبطلة حلقاتنا الأستاذة منة الله، اسمحوا لي في بداية برنامجي إن أنا أرحب بيها. أستاذة منة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورانا كالعادة النهاردة. ومشاهدينا الكرام، زي ما تعودنا أرقامنا هتلاقوها دايما على طول موجودة على الشاشة طول الحلقة. اللي حابب إنه يكلمنا على الهواء مباشرة يقدر يكلمنا، واللي ما يقدرش يكلمنا يقدر يبعت لنا حلمه أو سؤاله أو مشكلته في رسالة SMS على 94174. وفي بداية حلقتي أفكر حضراتكم برقم الخط الساخن الخاص بالأستاذة منة الله، تقدر تكلموها من أي محمول على 1756، والرقم الداخلي رقم 2. سريعا هبدأ في استقبال تليفونات حضراتكم على الهواء مباشرة، وخلينا ناخد أول اتصال في حلقة النهاردة. معايا على التليفون الأستاذة نجلاء. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذة. ممكن أكلم مدام منة لو سمحت؟ معاكي، اتفضلي. ازيك يا نجلاء؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه منوره الشاشه؟ والله الله يخليكي يا حبيبتي. بحبك قوي والله العظيم، وخدنا نتعود ان عليكي دايما والله. الله يخليكي يا حبيبتي يا رب. الله يخليكي يا نجلاء، امورين يا حبيبتي. انا حلمت شفت خيرك على كل، انا ماشيه في شارع طويل قوي وجعانه قوي قوي قوي، وماشيه لقيت في ناس كتير لما اكل ببص كده، رحت داخله عندهم وعندهم اكل كتير قوي. واحد بيقول لي ما تقعدي تاكلي، ببص في ايدهم كده لقيتهم مسيحيين والصليب على ايديهم. انا اتضايقت بصراحه، بص عشان واحد مسلم اتضايقت. انا مش بكرههم ولا حاجه، بس انا في الحلم يعني. بس كده اتضايقت بقى وكده، مش عارفه ايه يعني الحلم ده وكده، ومش عاوز اكل، وكشمت كده وقال لي ما تاكلي ما تاكلي. انت متجوزه؟ مش عايزه. انت متجوزه؟ ردت قالت لي شوف انت مش عاوزه تاكلي عند المسيحيين، اديكي كالته اهو. انت متجوزه يا نجلاء؟ انا متجوزه ومخلفه. اي ربنا يا رب يصلح لك حالك يا رب العالمين، ربنا يفك عليك قريب. حاضر يا نجلاء. حاضر. الله يخليك. الله يخليك. حاضر. شكرا يا نجلاء، انا بشكرك جدا على اتصالك بينا. ونسمع بقى الاستاذه منة كده، اسمعيها من التلفزيون ونشوف رايها ايه، وباذن الله خير. هو ان شاء الله دايما هي الرؤيه بتاعتها هنا الجوع احلى من الشبع في الرؤيه بتاعتها، لان كده بيدل على سترها بين الناس، مع ان هي يعني في احتياج لمال او في احتياج لمعيشه كويسه احسن من كده. بس ان شاء الله ربنا يفك عليك يا نجلاء بامر الله، لان الصليب ده بيدل على النصر، النصرانيه في الحلم، خاصه انك شفتيه وانت ما كنتش حابه الموضوع. فبامر الله ان شاء الله ربنا يصلح لك حالك للاحسن، وهيبقى في فك كرب عليك بامر الله. والله اعلم. والله اعلم. ارجع مشاهدينا الكرام استقبل التليفونات مره ثانيه، ومعايا اتصال جديد على الخط. استاذه ايمان، سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا منا. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذه منا؟ ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عندي حلمين وعندي حاجه بس عايزه اقولها لك يعني عشان ترد عليا. حاضر يا ايمان اتفضل. ماشي. اول حلم، بص انا بنت خالتي ميته بقالها 4 شهور. وحلمت ان انا رحت لبنتها، رحت يعني بنتها، وزي ما كنت فاتحين محل فراخ، هم اصلا فاتحين محل فراخ يعني. وبعدين رحت ناديت عليها، فقلت لها خدي ال 50 جنيه ديت، بس شوفي منها انت واخواتك، بس خبيها ما تطرش يعني باباك ان انا مديها لك. وقلت لها خدي الخمس بلحات دولت، بلح احمر يعني، لو ابوكي سالك ان انا مداكي قول له ده هي مداني البلح ده. ولما اديتها ال 50 جنيه كانت مبسوطه قوي. ورحت سايباها، ورحت سلمت عليها ورحت ماشيه. ده اول حلم. هي سايبه عيال يا ايمان؟ معاها سايبه بنتين وولد. صغيرين هم؟ في واحده يعني عندها تقريبا 13 سنه، والاثنين صغيرين يعني 5 سنين و7 سنين. طيب وديهم يا ايمان واسالها عليهم. اوديهم؟ واسالها عليهم. بس هم في بلد يعني، هم في الشرقيه وانا في الاسماعيليه يعني. ان شاء الله ان شاء الله، لو حتى بالتليفون بس اسالها عليهم. لان انت اساسا يا ايمان طيبه من جواكي. طيب ماشي يا استاذه منة. تاني حلم، انا حلمت ان انا رايحه اصلي الجمعه في الجامع. وبعدين فانا رحت صليت، قعدت اصلي في الصف الاولاني. وبعد كده رحت راجعه في الصف الاخراني، قعدت عشان اركن ده عشان اسمع الخطبه. وبعدين بقى رحت، المهم رحت لقيت شويه زباله كده قدامي وانا قاعده. زباله وانت قاعده؟ شويه زباله. وبعد كده رحت ايه، قلت انا هدخل اجيب معاش واقعد انضف شويه الزباله دول. ورحت جبت معشه، ورحت لميت شويه الزباله دول، فلميتهم فلقيت المعشه مش بتخلص حلو. فرحت تاني، رجعت تاني عند الحمامات اللي في الجامع عشان اجيب معشه تانيه. فلما رجعوا فقلت اتوضى بالمره ايه وانا اروح عشان اصلي جماعه. فاتوضيت، وده ما كنا النهارده يعني كنت بطلع حاجات وحشه من مناخيري. ورحت عشان اجيب الزباله، لقيت الزباله مش موجوده، حد تاني لمها والناس صلت ومشت، مش كله ثلاثه بس اللي في الجامع. فانا قلت يا لهوي، ده انا ما صليتش جماعه، ده انا اتضايقت قوي ان انا ما صليتش جماعه. فقلت ده انا هصلي وخلاص، وبعدين كده اروح ماشيه.
بس ده ده مش المفروض. سؤال حاجه سالولك بقى. قولي يا حبيبتي. بقول لك هو الواحد لما يوصل من لما يكون طيب في الزمن دوت زياده عن اللزوم ده حاجه وحشه ولا كويسه؟ والله يا ايمان صلى على النبي، في ناس بتفتكرها ضعف وما عندوش شخصيه، والانسان دوت المفروض يعني يتحرم من حاجات ياما كويسه تروح لحد تاني احسن، يعني في ناس بتاخدها كده، وفي ناس بيقولوا عليه ان هو طيب وبيعاملوه على على طيبته، بس الظاهر ان الطيبه بتاعه في الزمان دي يعني شكلها كده الناس بيقولوا عليه اهبل وعبيط وما بيفهمش. والله يا استاذه منى معلش، يعني اولا ايمان انا بشكرك على اتصالك بينا، بس انا ليا راي في الموضوع ده، المبادئ لا تتجزا يا استاذه منى. لا في الزمن يعني بتاعنا ده لا، انا ماليش دعوه على جنب والله، بس ربنا سبحانه وتعالى بيبقى برضه واقف جنبه لا قدر الله. لا احنا معانا القهوه طبعا. طيب يعني معانا القهوه طبعا. ايمان عايز اقول لك على حاجه، وده برضه يعني ناس كتير لسه يعني ما بتتعامل بنفس الاسلوب والمنطق، الطيب في الزمان ده كلمه طيب مش ضعيف، مش معناها انك حضرتك ضعيفه، مش معناها ان انت زي ما بنقول، انا اسف في التعبير، ان الناس تقول عليه اهبل او ما يعني، لا خليكي طيبة وتعاملي مع الناس بنية صافية، وصدقيني اللي بيغدر بيكي او بيكون في اي نية وحشة اتجاهك، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيسيب حق احد، وهتلف الايام وهتشوفي ربنا بياخد حقك منه وانت اللي هتقفي تتفرجي عليه. خليكي كويسة، والطيب ده بيبقى ربنا حاطط جوه قلبه ايمان كويس قوي، والدين بتاعنا دين طيبة ودين سماحة، والناس الطيبة الناس دي ربنا يعني يا رب يبارك فيهم ان شاء الله. خلونا نكمل اتصالاتنا مشاهدينا الكرام. بس هي رؤية لسه ما اتفسرتش. انا اسف اتفضلي. انا اسف اتفضلي. الرؤية بتاعت اللي هي في المسجد وبتصلي صلاة الجمعة والزبالة وكده، فبيدل ان ايمان رجعت اعصابها تتعبها تاني، ورجعت في الفكر تاني بعد ما هي ما كانت ارتاحت منه وراحت عملت عمرة، فرجعت للتفكير تاني ورجعت للتعب تاني، وبيجي لها بين الحلم والحين. بس انا عايزاكي تقوي يا ايمان وتجمدي وترجعي احسن من ما كنتي اول ما رجعت من العمرة، لان انت كويسة، واي حد يهزك ما تتهزيش لان ربنا معاكي. والله اعلم. والله اعلم. ايمان خليكي على المبادئ بتاعتك وخليكي طيبه وكويسه وربنا معاكي ان شاء الله. هرجع مشاهدينا الكرام استقبل تليفوناتكم، ومعايا اتصال جديد. استاذه ايمان سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الشيخه منى؟ اتفضلي يا مدام ايمان او يا نسا ايمان. اول حلم، عندي حلمين لو سمحتي. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. اول حلم انا حلمت بمقابر وجنازه وصلاه جنازه. وايه؟ وصلاه جنازه. وصلاه جنازه. وصلاه جنازه. الحلم الثاني، طب انت متجوزه ولا مدام ولا انسه؟ لا انسه. انسه ماشي. طيب الجنازه، معلش ايمان، الجنازه بتاعت حد انت تعرفيه في الحقيقه ولا مش عارفه بتاعت مين؟ لا مش بتاعت حد. مش بتاعت حد. طيب اتفضلي، الحلم التاني ايه؟ الحلم التاني حلمت اشتريت 3 بلوزات. ووالدي ادالي كيس في كحك وبسكوت. وايه؟ والدي ادالي كيس في كحك وبسكوت. ووالدك عايش؟ اه. ربنا يخلولك يا رب. ربنا يخلولك. حاضر يا ايمان، دول الحلمين بتوعك، انا بشكرك جدا. نسمع بقى الاستاذه منى من التلفزيون كده ونشوف هتقول لك تفسيرهم ايه، وباذن الله تفائلي خير. هو ان شاء الله والله اعلم المقابر اللي هي ما تعرفهاش، فبيدل على ناس بيتكلموا كلام مش كويس، لان طالما المقبره مجهوله فبيدل على الناس المنافقين اللي ما بيفهموش في الكلام وبيطلعوا. اما موضوع الجنازه اللي هي برده مش معروفه، فبتدل على العرس بتاعها ان شاء الله. وموضوع ال3 بروجات وان والدك يديلك كحك وبسكوت، فده حاجه معروفه خالص، صباحيتك بامر الله، وهيجي لك 3 عرسان وانت تنقي منهم ان شاء الله يا ايمان اللي انت عايزاه. والله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجعلها بشره خير عليك يا ايمان ونبارك لك على الهوا. ونستأنف في التليفونات مره ثانيه مشاهدينا الكرام. معايا على الخط استاذه زينب. سلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك استاذه هاني؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك انت؟ تمام. ممكن اكلم مدام منى؟ اتفضلي، بس وطي تلفزيوني يا استاذه زينب واسمعيني من التليفون على طول. اتفضلي. ماشي. حضرتك ممكن اقولها على الحلمين بس؟ هي معاك يا حبيبتي. اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي بخير. بقول لحضرتك واحده قريبتنا حلمت لنا اللي احنا 3 عيلات، يعني مرات ناس عمي وناس عمتي، كلنا راكبين سفينه كبيره، وكلنا كل واحد ليه قطين، والسفينه ماشيه مينا في الميه. ده الحلم الاول. يا منجم المهالك يا رب، ربنا ان شاء الله كلكم هينجيكم من امر في فتنه، كانت الفتنه ده تعمل مشكله بينكم وبين بعضكم. سمعتيني؟ سمعت حضرتك. ممكن اقول حضرتك الحلم الثاني؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. بقول لحضرتك انا عمي كبير متوفي. حلمت اللي هو قاعد في نافوره، بس النافوره دي ما هي مش نظيفه. يعني قاعد جنبيها. مش نظيفه. ميه حضرتك؟ هو ميت ولا حي؟ وبعد كده في قفص وراه في بنات كده، يعني بنات شكلها حلو، لابسه احمر في اسود في احمر. فماما بتقول لي ايه؟ ما بقولها ماما انا عايزه واحده. قالت لي لا اصبري، ما تروحيش عشان الميه اللي مش نظيفه، انا خايفه عليكي. انا لفيت من ورا، رحت فتحت القفص، هم زي ما كانوا بيطيروا او بيتشعلقوا، هم طلعوا مني فوق كده، فجايه اخد يعني اشد واحده، تلاقي لي ولد احمر، رحت شداه لجوه يعني نطره لجوه، وخدت البنت خدتها على يعني شلتها كده زي العيال الصغير، رحت بيها لماما. ماما بقى قاعده في اوضه جميله جميله جميله،
بعد كده بتقولي انا مش قلت لك ما تروحيش، قلت لها يا ماما انا لفيت من الناحيه الثانيه ما رحتش المايه النظيفه، لكن عمي بيبص لي ببص له بس ما كلمنيش نهائي. بس والحلم خلص على كده. طيب حاضر يا حبيبتي. حاضر يا استاذه زينب، شكرا ليك. اسمعينا من التلفزيون كده ونشوف راي الاستاذه منا ايه. اول حاجه المايه لما تطلع من النافوره فبيدل على النكد الخفيف لانها مش دايما مش سارق يعني مش ماشيه دايما يعني. اما موضوع ان عماها المايه دي تنزل على امها وكده فهو بس عايزكم تفتكروا وترحموا عليه، واللي يترحم عليه يبقى مطلع الحاجه ومسامح فيها. اما موضوع ان هي تجيب بنت او الولد الاسود وكده فبيدل ان شاء الله ان الدنيا هتديها والدنيا هتفرحها فرحه طيبه، خاصه ان الام منعتها من شيء وبعدين رجعت لامها تاني، فبيدل على البشاره لها بحاجه كويسه جدا بعد النكد والهم اللي هي فيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب خلوني اخد اتصال جديد معايا على الخط. استاذه اسماء سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. معلش انا عندي 3 احلام بس هم صغيرين. اتفضلي. طيب حاضر يا اسماء اتفضلي. اول حلم حلمت ان انا وبنت خالتي واقفين في الشباك عندنا في البيت، فهي بتقول لي هو انت لازم تفتحي الشباك، قلت لها اه عشان اجدد الهواء دخل الهواء الجديد. وبعد كده قالت لي انت عملتي ايه في الشقه اللي انت كنتي عايزاها؟ قلت لها ما انا اشتريتها خلاص. اه وتاني حلم. هو انت ما لسه متجوزه ولا لسه يا اسماء؟ لا انا لسه. اه ماشي حاضر. تاني حلم حلمت ان خالي جايب كيسين مقفولين بس شكلهم حلو. وبيقول ده محمد جايبهم، وفتحناهم لقيناهم فيهم سكر بودره كده وعصير، او عصير بودره وسكر كده. اه هو في حد متقدم دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه. اه مفيش حد معين انت بتتمنيه؟ لا في. اه ما هو الشقه اللي انت اخترتيها دي اللي انت عايزاها والهوا بتاعها جميل بس انت لسه ما قعدتيش فيها، بس ان شاء الله جاي لك لان السكر البودره فبيدل على الحياه الحلوه الجميله اللي انت نفسك ان هي تغير حياتك وتاخديه، بس لسه الاول ما جاش. اتفضلي يا اسماء. وتالت حلم حلمت بشخص انا اعرفه. انا كنت راكبه معاه في العربيه، بس في الاول هو كان وشه تعبان او عليه حاجه. وبعد كده هو نزل في العربيه وسابني شويه كده ورجع، كان شكله كويس جدا ولابس هدوم كويسه ووشه ما فيهوش اي حاجه، وركب معانا شخص اسمه جمال. وبعد كده واحنا ماشيين في الطريق عدينا على بنزينه شكلها حلو، فانا بقول لهم الله البنزينه دي شكلها حلو، ده احنا على كده اول ناس نعدي عليها. بس والحلم خلص على كده. طيب مبروك يا اسماء. ماشي طيب. شكرا ليك يا اسماء، بشكرك جدا. ونسمع كده الاستاذه منى من التلفزيون وخير ان شاء الله. هو ان شاء الله هنا الموضوع اتحل خالص، لان انا كنت قايله لها ان السكر ده بيدل على جمال الحياه وجمال الحاجه الحلوه وبيحل الحاجه ده في الحلم. اما موضوع انك تركبي معاه وان وشه يبقى تعبان وينزل من العربيه وبعدين يرجع يركب تاني فبيدل على امر ما كان معطل الموضوع، ان شاء الله يتقدم لك لان ركب معاك وكان كويس. وجمال هنا اللي كان في العربيه اللي هو تجميع الامور وجمال الامور معاك للاحسن وللتمني بتاعك. والله اعلم. والله اعلم. نرجع مشاهدينا الكرام نستأنف استقبال تليفونات حضراتكم على الهواء مباشره، ومعايا ضيفتي الكريمه الاستاذه منى طلال للتواصل معاكم. وناخد تليفون جديد معايا على الخط. استاذه دعاء سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. انا ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي يا دعاء. ازيك؟ الحمد لله. زي حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت ان انا اللي هو فيه كان يعني كنت في بيت العيله واللي هو كان فيه فرح ومناسبه حلوه يعني. فالمهم رحت انا قلت لهم طب ثواني اروح اخلص ورق ضروري وجايلكم تاني. نعم. ولا جوزها؟ بتقولي لمين يا دعاء؟ بتقولي له يعني في الحلم كنت بتكلمي مين؟ لا كنت بكلم يعني العيله وكده. العيله مفيش حد معين يعني؟ لا مش حد معين. تمام. فقلت لهم اروح اخلص ورق ضروري وجايه تاني. فرحت اخلص الورق في مكان، المكان ده طلع زي مدرسه. فبعد كده بعد ما خلصت يعني إيه وانا ماشيه حسيت ان الجزمه بتاعتي مقطوعه، بس ايه فايه بعد كده وانا نازله لقيتها مش مقطوعه ولا حاجه، ولقيت الطريق بقى سهل جدا، وبالعكس وانا ماشيه كمان سمعت ناس بيقولوا على الطريق اللي انا ماشيه فيه ده احنا هنزرعه. ده احنا ايه؟ ده احنا ايه؟ هنزرعه. طيب. بعد كده شفت واحده جارتنا اسمها مسايب كانت هي بتنظم الطابور بتاع المدرسه دي. وبعد كده وانا واقفه لقيت على باب المدرسه يعني زحمة كتير جدا، وانا واقفة بعيد عن الزحمة، فلسه بقول انا همشي ازاي في الزحمة دي، لقيت نفسي بقيت في بيت العيلة على طول اللي هو الحتة اللي فيها مناسبة والفرح. ولقيت نفسي قاعدة على الكنبة انا واختي ولاد خالتي وكده، وقاعدين بقى ايه مبسوطين وبنهزر وبنقول فرح مين ومش عارفة ايه وكده. ففي الحلم ان ده فرح ايمان اللي هي مرات ابن خالتي. بس وكنا بنعمل اكل وكده يعني. طيب حاضر يا دعاء.
حاضر. طيب يا دعاء شكرا ليك، اسمعينا من التلفزيون كده يا دعاء ونشوف راي الاستاذه منى وان شاء الله خير. هي موضوع الحلم بتاعها كله في مبنى على حاجتين اتنين، ان شاء الله فيه هم وغم موجود فيها بسبب حاجه وعندها فقدان امل في حاجه، بس الحلقه الحاجه دي كلها تتغير لان الجزمه اتعدلت واتخيطت وان في زرع كمان، وخاصه انها كانت في زحمه وبقت في الاول، فكل الحاجه دي بتبشرك بالتيسير ان شاء الله بعد الهم والنكد اللي انت فيه. فان شاء الله كده اقول الحمد لله عشان البشاره جايلك في السكه. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام ما زلنا بنتواصل معاكم، عايز اخد رساله سريعه كده. استاذه منى بتقول يعني اللي بعت عايز يعرف تفسير قراءه ايه الكرسي والمعوذتين في الحلم وهم كانوا بيتقروا على اطفال. هم بيحميه، هم دولت بيحموه من شر الجن واعوانه، وبيحموه من عين الحساد اللي موجودين في الدنيا، خاصه ان هي على الاطفال، فمن الحساد الموجودين في الدنيا، لان دائما غالبا الاطفال ما بيتاذوش من الجن خالص. طيب يعني اتمنى يكون التفسير اتمنى يكون التفسير واصل لصاحب الرساله. ومشاهدين الكرام برجع افكر حضراتكم مره ثانيه، اللي حابب انه يتواصل مع الاستاذه منة الله خارج وقت البرنامج يقدر يكلمها من اي محمول على 1756، ورقم الداخلي هو رقم 2. وبرضه بفكر حضراتكم ان يوم الجمعه دائما هو اليوم المخصص لاستقبال حالات العلاج المستعصيه من المس والسحر، تقدروا للحجز والاستعلام برضه على الخط الساخن 1756 والرقم الداخلي رقم 2. خليني استاذه منة كده اخد رساله بتقول انا عملت استخاره على شخص وشفت امه جت عندنا وادتني عيش ودخلت قعدت مع بابا وكانت بتتكلم معاه في زواجي من ابنها. بتقول انا قدمت لهم بيبسي وجبنه بيضه. هو الموضوع معروف خالص، بيدل على العيشه وان شاء الله الخير، توكل على الله لان الموضوع فيه فرح كتير جدا. والله اعلم. والله اعلم. ارجع مشاهدينا الكرام مره ثانيه مع حضراتكم، بنستقبل التليفونات ومعايا اتصال جديد. استاذ محمد سلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اتكلم من الاستاذه؟ اتفضل يا استاذ محمد. ازيك؟ خليك الحمد لله تمام. الحمد لله خير، مجاله خير زي ما اكون مات انا واخواتي. واخد بالك؟ قال رايحين واحد صاحبي رايحين نحل مشكله. قال واحنا ماشيين، قال رحنا مكه. وقاعدين، قال وقعدنا على جبل فوق في مكه. وفي ناس كتيره ملمومه زي عرب كده، واخواتي الاثنين وصاحبي دول زي ما تكون بياكلوا حاجه، قال انا ايه بقول ده خمره او تذكاره يعني. بس كده. خفت منهم، ده اول حلم. طيب ده اول حلم. في عندك حلم تاني؟ ان شاء الله. طيب نسمع التفسير الاولاني من الاستاذه منى بس. طب انت بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ انا نقاش. تاجر؟ نقاش. 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 انت كنت عايز تسافر بره ولا حاجه؟ لا والله ما جاتش في دماغي خالص. اصل موضوع مكه وكده فبيدل على ان شاء الله في شغل ليك بره بامر الله. موضوع اخواتك اللي بيشربوا الخمر وكده فبيدل على انهم عندهم تيسير في حياتهم، بس هم مش مبينين قد كده خالص. وبرضه بيدل على الفرج عليك، لان رؤيه مكه بتدل على الفرج لصاحب الرؤيه. اتفضل يا استاذ محمد. والحلم الثاني زي ما اكون انا لا مؤاخذه بشتري حصان. اشتريته، قال لما اشتريته قال بيع في عربيه كارو، ركبته قال ورحت قال احس برسيل للبهايم. كان ايه؟ جبته وركبته في عربيه كارو؟ لا ده انا ركبت العربيه وسقت الحصان. وراح احس برسيل لا مؤاخذه للبهايم. رايح تجيب اكل للبهايم. تمام. وقال في واحد جنب مني صاحبي، ده صاحبي فعلا في الحقيقه، قال ماشي جنب مني. تمام. رحت مؤاخذة جبت البرسيم وجبت الحصان، جه عند الناس اللي انا مشتريهم منهم، وراح لمؤاخذة زي ما تقول زرجل. صحابي الحصان قالوا في حصان احسن من ده عشان ده يقرفك. فصاحبي دخل جابه وجه وصحيت منهم على كده. صاحبك اللي دخل جاب الحصان؟ جاب الحصان الثاني اللي احنا هنغيره. الثاني. ماشي. طيب. ماشي. حاضر يا استاذ محمد، انا بشكرك كده، اسمعنا من التلفزيون ونشوف بقى الاستاذه منى هتفصل لك الحلم ازاي. هو ان شاء الله بامر الله، طالما هو بياخد حصان وبيروح عشان يجيب اكل للبهايم او حاجه زي كده، وكان مش عارفه كان بيقول تبن، فبيدل على مرجوع ماله او في فلوس جايه له، ممكن يكون شغلانه حد كان عليه فلوس ولا حاجه راجعه له، او في فلوس ليه عند حد وراجعه له. موضوع صاحبه ان هو جه بدل حصان بحصان او ودى حصان بحصان، فبيدل على ان في ناس هتقف جنبه وفي شغل هيتفتح له بامر الله. بامر الله ان شاء الله، ونقول خير اللهم اجعله خير. واكمل استقبال تليفوناتكم، معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه نوره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ممكن اتكلم الاستاذه منى؟ اتفضلي. ازيك يا نوره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. انا عندي ثلاث احلام بس ما تفسرهمليش الا لما اقفل يعني وكده. حاضر حاضر حبيبي.
انا حلمت ان انا كنت مخطوبه بس ما حصلش نصيب. حلمت ان خطيبي جه هنا البيت و وكان معايا اظرف كده وكان جايبهم وقال لي بابايا ان انا همضي شيك يعني. استاذه نوره ايوه معلش علي صوت حضرتك شويه بعد اذنك. حاضر. انا بقول لك كنت مخطوبه بس ما حصلش نصيب. فلقيت خطيبي جاي وجاي معاه اظرف كتير كده وبيقول لبابا انا هاخد الحاجه اللي هي حاجتي يعني وكده، هجيب عربيات واخد الحاجه بس خد عليا شيك الاول. المهم جه واخد الحاجه وكده، فانا بطلع الحاجه لقيت في الاوضه اللي هي فيها حاجتي وكده حله كده فيها ايه زي حاجه زي كرشه كده عايزه تتنضف. فقلت انا هديها لماما تنضفها لاني انا ما بعرفش انضفها. وشويه وانا بطلع الحاجه برده لقيت زي فراخ بس بايظه وسمك برده بس بايظ. وفضلت قعدت بقى يعني ايه كنا قاعدين نطلع في الحاجه وكده عشان هياخدها وكده بس، وخلص الحلم ده على كده. طب انتوا سايبين بعض من قد ايه يا نوره؟ احنا من حوالي يعني حوالي شهر. طب وانت لسه بتفكري فيه عايزاه؟ بس يعني احنا ما انهيناش الموضوع قوي يعني. يعني هو مجرد مشاكل لسه ما انتهاش بصفه نهائيه. لا بس هو بالنسبه للاهل الموضوع انتهى، لكن هما الاثنين لسه في حاسين ان هما يرجعوا لبعض تاني وهي مش متخيله انه ممكن ان هو يسيبها. طيب كملي يا نوره. وبعدين في حلم تاني ان انا حلمت ان انا موبايلي اتسرق يعني في انا كنت ماشيه في شارع وبعدين واحد طلع عليا قال لي لازم تجيب الموبايل اللي معاكي وكده. انا كنت زعلانه قوي ان هو هياخد موبايلي وكده. وبعد كده اخده مني وانا رجعت ادور في الشارع على اللي هو الراجل ده عشان اقول له مثلا ياخد فلوس ويسيب موبايلي، ما لقيتهوش. تالت حلم بقى حلمت ان بابايا اشترى بيت كده على البحر، بس بيت جميل قوي يعني. بس شبابيكه مفتوحه. فانا يعني قلت لهم لا لازم نقفل الشبابيك عشان الجو برد وكده، فقفلت الشبابيك. بس على كده. طيب يا نور. حاضر يا نور. شكرا. حاضر. نسمعينا من التلفزيون كده يا نورة ونشوف بقى الأستاذة منى هتقول لك التلات أحلام تفسيرهم إيه. والله يا نورة هما التلات أحلام تفسيرهم إن كل حاجة في إيديك الفترة دي، بعد الفترة ديت يعني بعد ما الموضوع لو هدى شوية أكتر من كده شكل الموضوع مش هترجعوا تاني لبعضكم. أنا كنت عايزة أفرحك أكتر من كده، لكن موت السمك والأكل والكلام ده كله الموبايل بتاعك يضيع وتقفلي الشباك معناتها الأمر لو أنت ما خدتيش فيه وضع دلوقتي أو حلتيه أو حد دخل وحل لك الموضوع يبقى الموضوع ده تنسيه خالص، بس وجود الكرشه بيدل لسه على ان في ارتباط خفيف موجود بينكم انتوا الاثنين، بس حاولي على قد ما تقدر تدخلي حد وتلم الموضوع الفتره دي، لانه لو اتاخر اكتر من كده الموضوع هيبقى صعب جدا لان في ناس بتبعده. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع نكمل استقبال التليفونات مشاهدينا الكرام. معايا اتصال جديد. معايا على الخط الاستاذه دعاء. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا دعاء عامله ايه؟ الحمد لله. ماشي استاذه منى. عندي اربع احلام. اربع احلام ما شاء الله. اتفضلي. ماشي يا دعاء. ماشي. اول حلم انا حلمت ان انا زي السفينه في البحر وزي بكلم اخويا في الموبايل واخويا كمان زي هو كمان على طريق سفر بس راكب اتوبيس او سلفيز يعني. بس وكان كنا في النهار كده وبس كنت سامعه صوت هواء اللي هو بتاع التليفون بس مش كان هواء حلو يعني هو حلو. طيب اخبار هتجيلك هتفرحك يا دعاء. والله الحمد لله ان شاء الله. طيب في حلم تاني يا استاذه منى. انا حلمت ان انا زي انا وماما راكبين يعني راكبين تاكسي ورايحين الشغل، انا ما بشتغلش بس زي انا رايحه اشتغل في مع ماما يعني في المكان ده، وزي رحت هناك وزي رحت كنت متردده او حاجه، وبعدين رحت هناك كنت متاخره فزي رئيستي في الشغل هناك في القسم يعني انا هشتغل فيه فبتقولي ان هو ما تاخريش تاني وكده، وخدناها اللي هو عشان اول يوم، وبعدين زي طلعت معاها بره في جنينه او حاجه وزي قعدنا على الارض يعني في الجنينه او حاجه دي، راحت عطتني زي السبوع اللي هو الحلاوه بتاع السبوع ده اللي هي الملبس الابيض ده بس هو الملفوف في الدانتيل ده بس كانت بتفتح لي الدانتيل واطبقه واخد السبوع واحطه في شنطتي. جت واحده تانية زي بنت شغاله معايا في الشغل عطتني برده نفس البتاع عطتني برده السبوع وبرده كانت بتفتح الدانتيل وكنت بطبق الدانتيل والحلاوه واحطها في شنطتي. فدخلت بقى الاوضه اللي هي المفروض بتاع الشغل لقيتها زحمه جدا ومفيش مكان اقعد، فضلت واقفه بس وانا داخله كان مكتوب على الجزمه، انا كنت لسه طقمه قديمه عندي اصلا. مكتوب على الجزمه يوجد حب حاجه كده. مكتوب على الجزمه ايه؟ بالقلم الازرق يوجد حب. يوجد حب. هو بص الحلم ده كله فانا مش عارفه بقى امنيه والدتك هي اللي هتتحقق اللي هي نفسها ليك، الحاجه اللي والدتك عايزاها ليك الايام ديت جايه. شوفي بقى ماما هي بتدور على ايه ونفسها في ايه، حاجه خاصه ليكي انت جامده جدا وقولي لها ان شاء الله جايه. طيب
يعني تقريبا انقطع الاتصال مع دعاء. بشكرك يا دعاء على اتصالك بينا، ولو في حاجه تانية حاولي تكلمينا مره تاني. وخليني ناخد اتصال جديد معايا على الخط. ام عمر. ام عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا ام عمر عامله ايه؟ الحمد لله تمام بخير. ام عمر مش انت اللي مكلمانا امبارح؟ الحمد لله. ايوه حضرتك. ايوه ست... اللي هي سابت رقمها بيان. ام عمر. ايوه يا فندم. حضرتك كلمتينا امبارح مظبوط؟ اه اتصلت بيكم امبارح وسبت رقمي في الكنترول. تمام تمام. ايوه استاذه منى معاكي. اتفضلي. طيب يا حبيبتي هكلمك يا ام عمر ما تقلقيش بامر الله اكلمك. حلمين بسرعه بس كده واستفسار. الله يخليك يا رب. حاضر يا حبيبتي. حلمين بسرعه اقولهم لحضرتك. حاضر يا ماما. استفسار بس. اتفضلي. الاولاني هي اختي حلمت لي ان انا كانت عندي وان لقيت في الثلاجه بطيخه فانا طلعتها وبفتح اول فتحه لقيت فيه تمساح صغير، تمساح بس هو كانه عجوز لان ما فيهوش سنين وعض ايديها فهي نطرته. وجيت فتحت الفتحه الثانيه لقيت ان مع التمساح ده فيه بيضه، البيضه دي طلعت منه زي ما كنت كانها عياله. تعبان تعبان واحد اصفر. والفتحه الثالثه فهي بتقولي كفايه كفايه ما تفتحيش يعني كان البطخه دي اوض. فالفتحه الثالثه طلعت منها تعبان اسود بس الاسود ده كان جبار شويه. قالت لي كفايه كده انت مربيهم ازاي ما قعدهم ازاي عندك، كفايه كده ما تفتحيش تاني. الحلم الثاني طب نفصل. طب نقول ده الاول. ام عمر بس خليكي معانا هنفسر ده الاول. هو ده بيدل والله اعلم على التعب والهم اللي والكبت اللي كان موجود عندهم. بدا الاعراض بتاعته كلها تظهر وفعلا هي ظهرت لان البطيخه اول ما طلع منها التمساح والتعبين وده كله فالاعراض بدات تظهر وبزياده كمان. كملي يا ام عمر. ايوه. الحلم الثاني ان كان على السطوح بتاع بيتي انا والشقه دي احنا لسه لسه بيبنوها يعني. فبس انا ما فيش في الحقيقه ما فيش غيط قدامي ولا حاجه. فببص لقيت ان في غيطان قدام مني وزرع اخضر حلو. فالمنظر نفسه ريح اعصابي وشكله حلو. فكان انا رايحه مع حماتي وسلايفه رايحين واجب عند حد او رايحين في مكان. ففي في وسط الناس اللي واقفه في واحد اسمه ياسر ده اخو جوزي. فده احنا في مشاكل بينا وما بينه زعلانين مع بعض شويه. فقال لي فبص لي هو زعلان كده فقال لي لما تخلصي تعالي انا عايزك في كلمتين. فكانه ان هو هيعاتبني وانا هعاتبه. فانا زعلانه ان الوضع وصل ما بيننا كده وكاني في الحلم كنت بعيط بس برضو ما فيش دموع. فقعدت معاه وكنا لسه بنتعاتب بس فانتهى على كده. لا انا ببشرك يا ام عمر ان شاء الله ان حالك ده يتغير للاحسن خصوصا وجود ياسر. ياسر من تيسير الامور والمعاتبه بتدل على تغيير حالك للاحسن يا ام عمر وما تقلقيش. وان شاء الله انا هكلمك بامر الله وكل حاجه تبقى زي الفل ان اراد ربنا بامر الله ان شاء الله باذن الله. ام عمر انا بشكرك على اتصالك بينا وان شاء الله الاستاذه منى هتكون على تواصل معاكي باذن الله ويعني خير وتفائلي خير دايما. ويا رب يفرحها. وانت فكرتني برضو بمكالمه ام عمر. ابارك لمدام ايمان بمناسبه رجوعها لجوزها برضو بعد فتره يا جماعه والله سنين كبيره جدا الحمد لله. طب الحمد لله. كتب الكتاب بتاعهم الاسبوع ده ان شاء الله ورجعت لجوزها بعد فتره. يعني اي حد ما يياس ويدي الامل دايما موجود والامل بالله ان كل حاجه ممكن تيجي وكل حاجه ممكن تتغير للاحسن ان شاء الله. والف مبروك لمدام ايمان. الف مبروك وبنبارك لها على الهواء مباشره ويا رب تكون سمعانا كده وبشرة خير يا رب يجمعهم بالخير يا رب العالمين. امل لكل اللي بيكلمونا ما حدش يياس من اي حاجه يا جماعه. كل شيء ان شاء الله ممكن يتحسن حتى لو خد وقت. خلي بس عندنا امل واصرار وان شاء الله. يعني خلينا ناخد تليفون جديد معانا اتصال. استاذه ريهام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي يا استاذه منى انا كنت حلمت من فتره تقريبا اسبوع. انا اصلا كان في واحد متقدم لي بس ما حصلش نصيب. انا حلمت بيه ان انا موجوده في المحل عنده وعنده محل للاحذيه. ان انا موجوده في المحل عنده انا ووالدتي رايحين نجيب جزمه لاختي الصغيره اسمها هاجر عندها 10 سنين. بس لما رحت لقيت ان المحل شكله متغير فكنت مستغربه كتير فكنت مستغربه ان هو مش موجود. فلقيته ببص كده لقيته نايم على السرير بتاعي في الحقيقه والسرير محطوط عليه ملايه من الجهاز بتاعي في الحقيقه ومتغطي البطانيه بتاعتي في الحقيقه هو نايم عليهم وزي ما يكون حرارته مرتفعه وحاطط ترمومتر في بقه درجه حرارته مرتفعه. فانا زي ما اكون خدت الترمومتر دوت وعرفت ان درجه حرارته مرتفعه. فاستغربت وقلت ان هو عيان. وبعدين قام زي ما يكون هو يعرف واحده اسمها سماح وعايز يكلمها بس هي مش راضيه تكلمه. ماشي. وقام كل معايا قعد اكل معايا عسل ابيض وعيش بلدي. وبعدين انا لقيت في
كان عنده زي ما يكون جرح، زي ما يكون هيعمل عملية قلب مفتوح، والناس قالوا لي ان هو هيعمل عملية قلب مفتوح. بعدين قال لي يا ريهام انا عايز ارجع تاني مكاني، وراح قاعد تاني على السرير وضغط تاني بالبطانية بتاعتي، بس كان قاعد ما كانش نايم. وهو تقدم لك يا ريهام؟ تقدم لك؟ ايوه تقدم لي. بس اتقدم لي من فترة وما حصلش نصيب. طب انت عذراء ومسامحة على اساس ان يرجع تاني؟ يعني لو هو يرجع تاني انا هسامحه؟ لا انت الفترة دي كلها انا كنت عايز اسألها، انت مسامحة وكده يعني انت عذراء؟ لان واضح ان هي عذراء ومسامحة ومستناة على امل ان يرجع تاني، وان شاء الله فعلا هيرجع تاني. بس حاولي تبيني له انك انت شاريه، وشوف هو شريك ولا لا، عشان الموضوع ان شاء الله فيه بشرة طيبة ليك يا ريان ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام ناخد اتصال جديد. استاذة اماني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، واستاذنك علي صوت حضرتك شويه. ازيك يا استاذ هين؟ الحمد لله تمام. معلش اقول بس للاستاذه منى حلمين. هي معاكي، اتفضلي يا فندم. ازيك يا اماني؟ الحمد لله كويس. حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. هو احنا لينا واحد قريبنا بس متوفي كده من سنه. فحلمت ان انا قابلته ويسلم عليا، بس هو جاي في الحلم تخين قوي. يعني تخين مش هو ده حجمه اللي في الحقيقه. يعني ده متوفي؟ ده متوفي؟ هو جاي حجمه تخين قوي غير حجمه الحقيقي. فكان لابس جلابيه لونها بيج. فسلم عليا وكده، فانا بساله بقول له هو انت فين دلوقتي؟ فقال لي انا في الدور الرابع، والكلمه دي اتكررت اكتر من مره منه في الحلم. وبعدين في الاخر لقيته بيقول لي إيه، انا عارف ان انت زعلانه علشان الخطوبه. تمام. وانا في الحقيقه فعلا عندي كذا مشكله كده يعني. بس ده الحلم الاول. طيب اول حاجه والله اعلم ان هو يجي تخين، فبيدل على ان الراجل ده منزلته حلوه عند ربنا، لان الراجل ده كان طيب في الدنيا، كان بيعمل حاجات كويسه ياما. اما موضوع يقولك انت زعلانه على الخطبه ويسلم عليكي، فبيديكي سلام ان شاء الله، الدنيا والاخره بامر الله يكونوا بين ايديكي، وانت ما تزعليش لانه جاي بيبشرك، خاصه ان هو جاي تخين، يعني بيبشرك ان شاء الله انك هتغتنمي في الدنيا، هتبقى كل حاجه لك كويسه. اما موضوع اللي هو رقم اربعه ده فمنزلته عند ربه، الله اعلم بيها. طيب شكرا ليكي اماني، ولو في اي حاجه عايز تتواصلي مع الاستاذه منى ممكن تكلميها على الخط الساخن من اي محمول على 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2. اخد اتصال جديد معايا على الخط. استاذه ياسمين سلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايزه اقول حلم. اتفضلي يا فندم. انا حلمت ان بنتي ياسمين، حلمت ان بنتي ياسمين لابسه خاتم في ايديها رفيع بس له ورده من فوق، والورده شكلها حلو. قلت لها بكام الخاتم ده جايباه بكام؟ قالت لي ب 75 جنيه. بس الخمسات اللي دفعها في الخاتم مخرمه. بس قلت لها الله ده شكله جميل قوي. بس كده؟ بس. وهي دفع يعني هي دفعت منه 65 او هي 10 وانا 65. هي ياسمين عندها كام سنه؟ عندها يعني حاجه و20. متقدم لها حد؟ لا لسه. طيب شكرا لحضرتك، اسمعينا من التلفزيون ونشوف الاستاذه منى هتقول ايه في تفسير الحلم ده. هو هنا الخاتم فبيدل على عريس، ولو كانت متجوزه فبيدل ان شاء الله على المولود بامر الله، لكن موضوع ان هي تدفع فلوس، والدتها تدفع فلوس، فبيدل على ان هي هتشارك مع عريسها في حاجه لانها تبقى شريان. وموضوع الفلوس المخرمه دي، لا انا عايزاك يا ياسمين لو جالك الموقف ده فعلا والله اعلم بيه، بلاش سند وتشيلي جامد عشان يحس بقيمتك كده ويتقلك بالدهب زي ما بيقولوا، وربنا يوفقك رب العالمين يا رب العالمين. خلينا نرجع مشاهدينا الكرام لتليفوناتكم. معايا اتصال جديد. استاذه ايه سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم مع استاذه منى؟ ازيك يا ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت اني كنت قاعده في بيتنا انا وبنت عمي، فكنت ماشيه في الشارع بشعري، وكنت لابسه بنطلون وبضي، وكنت بقول ازاي انا ماشيه كده. فروحت دخلت البيت، لقيت بنت عمي، بعد كده لقيت واد عمي بيطير ورايا، وانا كنت بركب سلالم وبنزل منها تاني. فروحت لقيت عبايه لونها بامبي، فروحت لبستها، وروحت بعد كده قعدت على السرير. ايوه كملي، ما تسمعيش نفسك من التلفزيون. رحت انا
والسرير رحت لقيته بينسجر، قبل ما ينسجر رحت قمت من على السرير. انت عندك كام سنة يا آية؟ انا ماشية في 15. طيب يا آية، شكرا ليك يا آية. اسمعينا كده بقى الوقت من التلفزيون ونشوف الأستاذة منى هتقول لك ايه في تفسير الحلم ده. والله يا آية انا عايزة اقولك على حاجة، انت شكلك شاطرة وجميلة ومش عايزاك تشغلي بالك بأمور تافهة خالص. لو انت في الدراسة اصبري لما دراستك تخلص، وبعد كده في حاجات ياما كويسة جاية لك، لان انت عقلك مش عارفة مش مظبوط ليه الايام ديت. فانا عايزاك تظبطي عقلك عشان تبقي شاطرة وحلوة وتكملي دراستك على خير لو انت في الدراسة لسه. والله اعلم. والله اعلم. آية خلينا نركز في الدراسة وكل شيء بعد كده ربنا ان شاء الله هيجيبه في وقته وميعاده. مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين مع حضراتكم، بنستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشرة. وخلونا كده ناخد رسالة يا استاذة منى بتقول انا عملت استخارة على شخص وحلمت ان امه جت عندنا البيت وفتحت لها الباب، خدتني في حضنها وجلست تتكلم مع امي كتير وقالت لامي انا عاوزاها لابني، بس الظروف يعني ايه يعني، بس تقريبا الظروف مش مظبوطه يعني. امي ردت عليها وقالت انا هشتري لهم اتوبيس تمام، وامه قالت ان هو هيخطب واحده تانية بيحبها. بعد كده مشيت يعني، وانا وامي قعدنا ووصلناها يعني لغايه الباب تقريبا. وبعد كده بتقول طلعت على سلم وفجاه لقيت معاها طفل، وطفل ولد يعني، وقالت لي عاوزه اسمع خبر خطوبتك. قلت لها لا انا مش هتجوز غير ابنك انت بس. مع العلم ان هو خطب في الحقيقه واحده تانية، ومع العلم برضو ان امي انا متوفيه، وانا على طول بحلم او في الحلم بعيط وكنت قعدت جنب امه هو. والله انا عايزه اقول لك على حاجه، هو انت تحمد ربنا الامر ما كانش، خاصه ان خاص في الاخر خالص الولد اللي هي كانت شايلاه، فبيدل على الامر المكروه كان ليكي، فاحمدي ربنا. وموضوع انك بتعيطي ده ان شاء الله فرج من ربنا عليكي وبشاره طيبه، ووالدتك بتبشرك ان في بشاره طيبه جايه لك، وما تندميش وما تزعليش على حد هو مش شريك، اللي ما يشتركيش ما تشتريهوش. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام نرجع مره ثانيه لاستقبال التليفونات، ومعايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. الو. الو. ايوه استاذه هاله. ايوه اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور يا فندم اتفضلي. لو سمحتي انا حلمت، لو سمحتي انا حلمت ان انا داخله اوضه نومي ولقيت على السرير تعابين رفيعه وطويله بتتحرك ببطء، فانا قلت ممكن ان انا اموتها اقتلها اقدر عليها. فبصيت لقيت كتير بقى على الكومودينو وعلى اماكن كتير، فخفت من شكلها وخرجت من الاوضه. هو انت قاعده في بيت عيله؟ لا قاعده في بيتي. طب الحمد لله ماشي. طيب حاضر. شكرا ليك يا استاذه هلا، انا بشكرك. اسمعينا الوقت كده من التلفزيون بقى ونشوف راي الاستاذه منى ايه. هي موضوع التعبين اللي على السرير ديت، فطالما هي قاعده لوحدها فبيدل على الناس اللي بتحاول تتجسس على الاخبار عشان تعمل فتنه او تعمل وقاعه بينها وبين جوزها، وبعض المشاكل الخلافيه اللي بتحصل بينها وبين جوزها. بس ان شاء الله الامر هينتهي، وعليك بالرقيه الشرعيه. والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام ما زلنا بنتواصل معاكم، طبعا بنستقبل تليفوناتكم، بنستقبل كمان رسائل الاس ام اس، وزي ما اتعودنا اخر الحلقه هيكون في جزء خاص للرسائل، لكن هستاذن حضراتكم في فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. اوعوا تفرقوا شاشتنا وانتظرونا بعد الفاصل. الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. من منا لا يتذكر حلما واحدا في حياته لا يكف عن ملاحقته ويأخذ مساحة من تفكيره؟ أسرار كثيرة نريد معرفتها. كيف نفهم أسرار لغة النوم؟ هل هي فراسة وإلهام أم هي خواطر؟ هل لها أثر في قلب مسارات الأشخاص؟ سنعرف الكثير من الأسرار مع معبرة الأحلام منة الله في برنامج أسرار الرؤى. أسرار الرؤى يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء الثانية عشر بعد منتصف الليل، والأربعاء الحادية عشر ظهرا. تفسير الأحلام ده علم كبير، ولكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. من منا لا يتذكر حلما واحدا في حياته
لا يكف عن ملاحقته ويأخذ مساحة من تفكيره. أسرار كثيرة نريد معرفتها. كيف نفهم أسرار لغة النوم؟ هل هي فراسة وإلهام أم هي خواطر؟ هل لها أثر في قلب مسارات الأشخاص؟ سنعرف الكثير من الأسرار مع معبرة الأحلام منة الله في برنامج أسرار الرؤى. أسرار الرؤى يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء الثانية عشر بعد منتصف الليل والأربعاء الحادية عشر ظهرا. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك. مشاهدين الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وبرحب بضيفتي الكريمة مرة تانية الأستاذة منة الله. برحب بيكي بعد الفاصل يا أستاذة منة. ما زلنا يعني مشاهدين الكرام بنتواصل معاكم على الهواء مباشرة، بستقبل تليفوناتكم ورسائل الاس ام اس، وكل اللي بعت لنا رسالة ينتظرنا لنهاية حلقتنا ويتابعنا عشان يسمع تفسير حلمه وتفسير رسالته. بفكر حضراتكم مرة تانية برقم الخط الساخن الخاص بالأستاذة منة الله، اللي حابب يتواصل معها يقدر يكلمها من أي محمول على 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2. خلوني اخد رساله سريعه كده. استاذه منى معايا اس ام اس بتقول حلمت ان انا نايمه وزوجي كان يعني بينظر عليا كده بنظرات من عينيه، ووجدت نظره مرعبه جدا، خفت جدا منه وعملت نفسي ان انا لسه نايمه. كل ده كان في الحلم. هو انا طالما والله اعلم ان بيبص لك بس كده وانت نايمه، فبيدل على حاولي تغيري نفسك للاحسن، لان في بعض المواقف فيك مش عاجباه بس هو بيعديها، بس هيفتحها لك في يوم من الايام. والله اعلم. والله اعلم. نرجع مشاهدينا الكرام نستأنف استقبال تليفونات حضراتكم مره تانية، ومعايا اتصال جديد. استاذه اسراء، السلام عليكم. استاذه اسراء، الو. طيب انقطع اتصال. بنستكمل مع حضراتكم. معايا رساله كده استاذه منى بتقول انا عندي المدام بتحلم باستمرار ان هي طالعه ادوار عاليه، وهي كان يعني بتبقى خايفة وهي طالعة الأدوار دي وبتعدي، وبعد كده العكس بيحصل معها، وبتحلم إنها راكبة مركب وخايفة من البحر برضو وبتعدي منها. هو إن شاء الله بيدل على إن هي ماشية عشتها كويسة جدا جدا، ومدبرة وست كويسة، وبتحافظ على عشتها على قد ما تقدر، وما تقلقش من أي حاجة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن طول ما أنت محافظة على كامل صحتك. أهم حاجة الصحة في الموضوع دي كلها، وما تجيش على نفسك زيادة عن اللزوم. والله أعلم. والله أعلم. طيب يبدو إن أستاذة إسراء رجعت لنا على التليفون مرة تانية. أستاذة إسراء سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، ازيك يا اسراء؟ انا عندي بس حلم واستفسار. حاضر يا حبيبتي، اتفضلي. واستاذنك بس علي صوتك شويه. عندي حلم واستفسار. اتفضلي. اختي احنا ثلاث بنات، واختي حلمت لي ان انا، اختي الكبيره حلمت لي ان احنا كنا في محطه قطر واقفين، وكان في قطر ماشي وانا ركبت فيه اول واحده، وهم ركبوا في عربيه ثانيه. انت متجوزه ولا لسه يا اسراء؟ نعم. انت لسه مش متجوزه ولا متجوزه؟ لا لسه انسه. انت ركبتي اول واحده؟ انا ركبت اول واحده وهم ركبوا في عربيه تانية. طيب انت اول واحده تتجوزي يا اسراء ان شاء الله. والله اعلم. والاستفسار ان اللي يعدي على مقابر ويسمع ويسمع صريخ واصوات الناس اللي في المقابر. ده انذار من ربنا عليك يا اسراء، ده بيبقى انذار. طيب يعني اسراء اتمنى يكون التفسير وصل لك كده، ان الحلم ده فيه انذار من ربنا، ونقول خير برضو ان شاء الله باذن الله. وعشان ربنا بيحبك فبيوريك حاجات او بيسمعك حاجات عشان تحب الاخره وتلتزم في صلاتك انت واخواتك بامر الله، وربنا يصلح لكم حالكم يا رب. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا يا اسراء على اتصالك بينا. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذه حنان اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضلي. ازيك يا استاذه حنان؟ اهلا وسهلا بيك. ازيك يا حبيبتي؟ لو سمحت انا حلمت ان انا كنت صاحيه بين الصحيان وبين النوم ان انا بحلم بالكعبه، ان انا بطوف الكعبه، وحطيت راسي جوه الطابق، بس انا كنت وحدي يعني مش معايا من حد من ناسي. حطيت راسها فين؟ نعم. حطيتي راسك فين؟ علي صوتك مش سامعه. حطيتي راسك فين؟ جوه الطابق اللي هي جوه الكعبه دي. جوه الكعبه. قعدت اطوف الكعبه، بس اديت ظهري للكعبه، لقيت بيبان واسعه كتير.
بس ده حلم، وفي حلمين تانيين. طيب ده ان شاء الله حالك هينقضى، اي موضوع في عكننا عليك هيعدي بامر الله. طيب يعني انقطع الاتصال مع الاستاذه حنان، بعتذر لحضرتك، حاولي تكلمينا مره تانية وناخد اتصال جديد. استاذه نور سلام عليكم. ام نور، عفوا ام نور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ازيك يا حاجه منه؟ ازيك يا ام نور، عامله ايه يا حبيبتي؟ الاخت منه بعد اذنك، انا عندي حلمين كنت عايزه احكيهم لحضرتك. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. هو زوجي اللي حلم بيهم مش انا. حاضر. هو حلم ان في تعابين، شاف تعابين ملونه في الاوضه، وفي منهم تعبانين في ديلهم خاتم وخبطوه في ايديه. وحلم ان انا بمسك التعابين دي واحد واحد وعماله اخبط فيه في الحيطه وكده. وبعدين في حلم تاني، هو ده كده الاولاني خلاص. طيب. في حلم تاني هو حلم ان هو واقف قدام المرايه وماسك شيء زي قطر كده بيعمل بيه شعره، بس يعني الشعر مش بيتقص، يعني ايه، خف بسيط من الجوانب لكن بيبقى الشكل احلى. وبعدين في نفس الحلم حلم ان هو لابس احرام ملفوف بيه وفي الحج، وبعدين حضرتك وهو بيعمل بنفس القطر تاني، لقى القطر ده مكتوب عليه لا اله الا الله والله اكبر والعلامه بتاعت السعوديه. طيب الحمد لله. هي الرؤيه اللي هي التانيه دي فمعناتها ان شاء الله ربنا يكتب له حجه والله اعلم بيها، لان كل الرموز اللي فيها بتدل على الاحرام والحج فعلا ان شاء الله. اما الرؤيه الاولانيه فبيدل على ان هي المدام ام نور دي واعيه شويه وعارفه من اعدائها كويس، خاصه ان فينا تعبان لابس خاتم، فبيدل على حد بيمثل عليهم المحبه ونفسه يتدخل في حياتهم وكده، وبيقعد يتكلم من النوع اللي هو بيقلس، بيحب التقليس في كلامه شويه. بس هي ام نور كاشفه الامور دي كلها، بتحاول كل واحد تديله على دماغه صح في الوقت المعين. اما جوزها طيب، جوز ام نور طيب، ما بيحبش يهاجم حد خالص. والله اعلم. والله اعلم. شكرا ليك ام نور، بشكرك على اتصالك بينا. وناخد اتصال جديد. ام خديجه سلام عليكم. بركات. ممكن كلمة ام ورثة منا؟ اتفضلي. ازيك يا ام خديجه؟ الحمد لله. ازيك يا زمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ معلش انا عندي استفسار، يعني انا متخرجه من سنه 2006، بس دايما احلم ان انا في الامتحانات وفي السكشن ومش عارفه احل. دايما بيتكرر لي بقى مع زملاتي اللي كانوا في الجامعه، مع اي حد انا بحبه، مع قرايبي، مع اي حد. انا مش عارفه احل، وبحاول انا اغش عشان احل عشان اخرج. وبتحلي؟ بتكرر معايا دايما كتير. وبتحلي؟ احيانا بحل، واحيانا بدني اعيط عشان احل. عشان طبعا انا كنت متجوزه وانا في سنه تانيه جامعه. فطبعا انا كنت الحمد لله في كل سنه بجيب جيد وكده، بس في اخر سنه كان معايا بنتي خديجه دي طفلتي، فكنت فعلا بعاني في الامتحان، مش في الامتحانات، في وانا بذاكر كنت بعيط دايما، لان كنت يعني شايله همها. فطبعا دلوقتي بفتكر بقى اللي كان بيحصل في الامتحانات، وابص فجاه الاقي نفسي كل يعني بتهيألي في الشهر بيعدي عليا لما احلم اللي انا في الامتحان ومش عارفه احل واقعد اعيط. طب وانت معاكي عيال في الامتحانات؟ معاكي اولاد في الامتحانات؟ لا انا كان معايا خديجه بس في اخر سنه في الجامعه. لا انت دلوقتي عيالك دلوقتي في حد في امتحانات؟ لا انا معايا خديجه في سنه ثانيه ابتدائي. دي اللي معاكي بس؟ لا انا معايا عبد الرحمن وعبد الله، بس هم لسه ما دخلوش المدرسه. ماشي حاضر. في طيب. حاجه تانية؟ شكرا ليك يا ام خديجه، بشكرك. اسمعينا كده من التلفزيون ونشوف راي الاستاذه منا ايه. هي موضوع ان دايما في امتحانات وكده او ما بتعرفش تحل وبتعيط وفي الاخر بتغش وكده، فبتدل على معاناه وتعب دايما متعايشه فيه. ما هي يعني من نوع اللي ما بيريحش دماغها بسرعه من اي حاجه غير لما الحاجه اللي هي عايزاها يعني بتحصل، خاصه ان هي بتعيط، فعيطها ده اللي هو النداء اللي بينها وبين ربنا ان نفسها الحاجه تحصل، فان شاء الله فعلا ربنا بيريحها وتحصل، بس مش كلها. بس اهم حاجه ان انت بترتاحي نفسيا، فاحمد ربنا يا ام خديجه ان شاء الله وخير باذن الله. ونرجع نكمل التليفونات مره تانية. ومعايا اتصال جديد. ام احمد سلام عليكم. ازيك يا استاذ هاج؟ الحمد لله تمام. ازيك يا شيخ حميد؟ ازيك يا ام احمد، عامله ايه؟ عليه وحشاني يا شيخ حميد. ازيك؟ والله وانت وحشاني يا ام احمد. انا احب اكلمك والله. والله وانا بحبك يا ام احمد. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك احلمت حلم كده. ايوه. احلمت واحد بيجري ورايا زي قعدنا كده ومعاه واحده. واحد بيجري وراكي؟ ومعاه ايه؟ ومعاه واحدة يعني. ومعاه واحدة. ومعاه واحدة؟ دخلت نجري ونجري، وبعدين دخلت بيها واحدة حبت عليا. دخلتي فين؟ دخلتي فين يا أم أحمد؟ دخلت بيت. دخلت بيت. راح واحدة حبت عليا يعني. وواحدة دخلت عليها؟ حشت عني يعني، حشت عني. حشت عنك؟ بعدين طلعت تاني أجري برضه. طب أنا مش قلت لك خليكي حلوة مع الناس يا أم أحمد؟ وطلعت أجري تاني برضه؟ رجعت تجري تاني. لا
اللي جه سوسن بعد الركبة عربية كده زي بتاعت البطاط. انا فاكراك، مش انا قلت لك خليكي حلوه مع الناس وما تزعليش حد منك؟ لا انا قلت لك انت كنت عايزه تبقى هي اول مره خليتي كده. طب حاضر. حاضر يا ام احمد، حاضر. شكرا على اتصالك يا ام احمد، ومبسوطين ان احنا سمعنا صوتك واسمعينا بقى من التلفزيون وشوفي الاستاذه منى تقول لك ايه. انا بحب الناس الطيبين دول جامد. ام احمد جميله. وقبل كده كانت كلمتنا وانا قلت لها بالراحه يا ام احمد عشان انت ساعات بتزعلي حد، بس انت يعني ما بتقصديش خالص، بس اللي قدامك بيزعل، فالراجل اللي بيجري وراك ده بيدل على الناس اللي بيزعلوا منك واللي بتحش عنك اللي هي الدنيا، لان انت طيبه وراجع يجري وراكي تاني. بتسكتيش تاني يا ام احمد، بتبطليش تاني، انت حلوه وطيبه، فكملي حلاوتك دي للاخر وحاولي على قد ما تقدري تطلعي الكلمه الطيبه يا ام احمد. طيب ان شاء الله خير، واتمنى ام احمد تكون سمعت التفسير. وناخد تليفون جديد. هاجر سلام عليكم. الو. ايوه سلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام بخير. تستاهلي الحمد. حضرتك وانا عندي حلمين، في اول حلم حلمته من يومين كده ان انا اختي الصغيره، اختي الصغيره عندها 16 سنه. كنا ماشيين في شارع كده في زي ثوره او حرب او كده، واحنا كنا خايفين. فاتصلنا بقيه كبير فكلمنا، فبيقول احنا خايفين وفي قلق في الشارع وكده، قال ما تخافوش طيب ورجعوا على البيت بسرعه وكده. فانا ومشي انا واختي دخلنا في شارع، طلع منه ثلاث شباب، في شابين انا عارفاهم يعني، واحد كان هيتقدم لي وواحد صاحبه ومعاهم شاب تاني كده يعني شكله حلو وكده. فالشاب التاني راح بص لي من بعيد وانا بصيت له، فبعدين مشيت ناحيتهم. فبقول للشخص اللي كان هيتقدم لي، انت تعرف ده منين؟ قال لا ده صاحبي. واول ما شفناكي من بعيد قلنا البنت دي قصيره كده واموره وشكلها حلو يعني وهو اعجب بيكي. فقلت له طيب ماشي. قال طب انتوا رايحين فين؟ احنا مروحين. قال طب ماشي انا نقعد بس في مكان لغايه ما الجو يهدى بعدين هروحكم. جاتكم مكان زي جنينه كده، كافيتيريا فيها جنينه. فالراجل قال لا المواعيد دلوقتي مفيش حد بيدخل دلوقتي، خليها بكره الساعه 9. قلت له لا بكره الساعه 9 وقت متاخر مش هينفع، يلا بينا نروح وكده. وبعدين الشابين دول اختفوا، وفضل معايا الشاب اللي هو شكله حلو ده، فهو كان لابس زي لبس جيش او شرطه او حاجه زي كده. انا كان عندي جرح في دراعي، فالجرح ده فجاه يعني نزف تاني، فخدني وداني زي مستشفى، زي ادوار مستشفى كبيره فيها ادوار كتير، فطلعني الدور الاخير ودخل على الدكتور قال له الجرح بتاعها بينزف وكده. فالدكتور قال لي ان الجرح ده ملوث، فاداني فيه غرفتين او ثلاثه كده. بعدين نزلت، فالشاب قال لي خلاص تعالى نروح نقعد في مكان تاني وكده. جينا بعدين كنا ماشيين رايحين مكان تاني، فقابلت بابايا في وشي. فانا اول ما شفت بابا سبته ومشيت يعني، فبابا خدنا وروحت على البيت انا واختي وكده. ما جيت هنا بحكي لبابا، بقول له ده كان لابس زي ايه لبس كده وبيج بتاع شرطه او حاجه، فاخويا قال لي ده، قال لي حاجه كده من حاجات الشرطه مش فاكره ايه هي. بس وسيب منه. وحلمت حلم تاني. طيب بصي يا هاجر عشان ده طويل خالص، هو انت الشخص اللي انت كنت عايزاه كان موجود مع شويه الشباب دول صح؟ هو كان الشخص اللي انا عايزاه هو واحد صاحبه ومعاه الشاب اللي هو شكله حلو ده. بس انت خلاص ما عدتيش بتفكري فيه ولا ايه؟ لا يعني في تفكير شويه يعني، الموضوع لسه منتهي يعني من قريب. اصل في حد تاني هيجي ياخد مكانه، خاصه ان من حد من اصدقائه يعني، من كتر ما كان بيشكر فيكي وكده ففي حد هياخدك. بس انا مش عايزاكي بقى ايه، طالما الموضوع انتهى يبقى انا عايزاكي تقفلي، لان في موضوع تاني عايز يدخلك، بس مستنى ما انت العلاقه بتاعتك دي تنتهي. وانت اكيد عارفه او قابله في المكان ده يعني، ما انت اكيد عارفه انت قادره الله اعلم، بس انا شايفه ان القصه بتاعتك دي خلصيها وانهيها، لان في حد تاني عايز يجي وكده، بس هو مش عارف يجي عشان ايه، ما يتعداش الاصول. فاهمه؟ فانت عشان انت حلوه يا هاجر بقى ما تدلعيش، وعشان ما تعمليش مشاكل، انت حره. طب كملي يا هاجر. قولي يا حبيبتي. انا لسه حلمان من النهارده يعني وكده. حلمت ان انا كنت انا ومعايا بنت عمي معاها بنتين. فالبنتين دول كانوا معايا ومعاهم واحد اسمه سامح ده هو اصلا خاطب يعني. فطلعنا كنا طالعين الاهرامات، قعدنا نطلع اول هرم طلعناه وخلصناه، وطلعنا الهرم الثاني وخلصناه، جاي نطلع الهرم الثالث، فجه اللي اسمه سامح ده قال لي بقى انا همشي ومش عارفه ايه وكده، بس قبل ما امشي جايب لك اثنين اصحابي تتعرفي عليهم وكده. فاتكلم قال لي ده صاحبي اسمه احمد شعبان او احمد مصطفى مش فاكره. فقال له دي هاجر حبيبتي وكده. فبيقول له حبيبتك؟ قال له فبيقول لي اسمك ايه؟ قلت له هاجر. قال لي بتدرسي في ايه؟ قلت له انا بدرس يعني في كليه وكده. بعدين راح قال لي طيب فرصه. قلت له انا اسعد. بس بعدين لما جه اسمه سامح ده راح مشي سبقنا يعني ومشي. فجيت بقول لبنت عمي تعالي بقى نكمل الهرم الثالث ونطلع مع بعض، قالت لي انا عندي درس بكره الصبح بدري. قلت لها لا مش مشكله نطلع بسرعه وخلاص. فانا طالعه قابلت يعني الشباب زمايلي معايا في الجامعه وكده، فهم اللي كملوا معايا وطلعنا لغايه اخر الهرم وكده. بس
طيب يا هاجر حاضر. شكرا هاجر، اسمعينا من التلفزيون ونشوف رأي الأستاذة منا ايه. هي طلعها الأهرامات وكده أو الهرم، فبيدل على كل اللي حوالها معجبين بيها، بس هي مختارة مين؟ هاجر مختارة شخصية معانا، بس الشخصية ديت لو اتشالت مفيش مشكلة عند هاجر، لأن في حوالها ياما بيشكروا فيها وكده أو معجبين بيها. وان شاء الله يا هاجر بامر الله هيتقدم لك واحد كويس، بس ايه عايزاكي ايه تفكري صح وما تفرحيش بكل اللي حواليك دولت، واختاري واحد فعلا بتاع جواز، دي اهم حاجه يا هاجر. والله اعلم. والله اعلم. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدين الكرام، واسمحوا لي اخد اس ام اس سريعه كده بتقول حلمت ان انا ببص لخطيبتي وهي عريانه وكان لون جسمها رمادي غامق. انك بتبص لخطيبتك وكده فبيدل على انك بتفكر، والله اعلم، ان يعني بتفكر بعض التفكيرات ان انا اخطأ او مخطأتهاش، لان انا طالما البشرة طلعت لون متغير فانت لو مش مرتاح لها في حاجة معينة عرفت تغيرها، عرفت ما عرفتش تغيرها تبقى تسبب المعروف، والله اعلم. طيب نرجع مرة تانية مشاهدين الكرام للتليفونات، ومعايا اتصال جديد. ام عمرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اختي منى؟ ازيك يا ام عمرو عاملة ايه؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. بقول لحضرتك احنا كنا في السعودية انا وجوزي كان شغال هناك يعني، وبعدين قعدنا فترة كبيرة من غير شغل ونزلنا حاليا مصر، بس واحنا هناك يعني هو حلم كده عايز حضرتك تفسريه له، هو حلم بين ابراهيم عيسى بيقول له انت 12 سنة في الخارج بتشتغل في الخارج انا. يعني عايز اعرف من حضرتك تفسيره ايه؟ هو بيقول له انت لك 12 سنه في الخارج بتشتغل. واحنا يعني كنا هناك تقريبا 4 سنين تقريبا، وقعدنا فتره من غير شغل فنزلنا. انت اللي نزلت لوحدك؟ لا انا وهو خلاص، هو ما فيش شغل فنزلنا. طب هو كان ليه قد ايه هناك؟ هو بقالنا 4 سنين. 4 سنين. ماشي حاضر. حاضر يا ام عمرو، حاضر. بشكرك، اسمعينا كده دلوقتي من التلفزيون ونشوف التفسير ايه وان شاء الله خير. هو ان ابراهيم عيسى يجي فهو شخصيه معروفه، ان يجي ويقول له انت ليك 12 سنه هناك في المسافر وكده، فبيدل ان شاء الله بامر الله الخير اللي انت ما خدتوش هناك هتاخده هنا، واستعمل الوظيفه بتاعتك على طول، اشتغل الشغلانه بتاعتك على طول، يعني ما تاخرهاش اكتر من كده، اول ما المفروض نزلت البلد كنت تشتغل على طول او تدور على شغل، لان انت مكتوب لك هنا خير كبير جدا جدا وهتتعرف بيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب نرجع للتليفونات وناخد تليفون جديد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا يا فندم؟ ازي حضرتك سامي؟ الحمد لله تمام. مين مع ابو يوسف؟ ابو يوسف مع حضرتك. ابو يوسف اهلا بيك، اتفضل يا ابو يوسف. تمام، ازي حضرتك؟ ازيك يا ابو يوسف، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا ابو يوسف. بالصحه والسلامه. في حلم بس مش عارف اقوله ازاي ده حضرتك، بس انا مش عارف اوصل على الخط الساخن على طول بيدي مشغول. طيب بص يا ابو يوسف، ان شاء الله بامر الله اتصل بعد الهوا، وانا تحت امرك بعد الهوا على طول. ماشي يا فندم. حاضر يا ابو يوسف. بشكرك يا ابو يوسف، شكرا على اتصالك. يعني خلينا ناخد كده رساله سريعه يا استاذه منى، بتقول انا حلمت ان انا كنت في مسجد وفي نساء واقفين للصلاه، وقفت اصلي معاهم في اول الصف. بتقول انا متزوجه وعندي 25 سنه. هو انك بتصلي وكده فبيدل على قضاء حالك، وموضوع انك متجوزه فبيدل ان شاء الله على نور امنيه عندك انت عايزاه، ربما انه يكون حمل او قضاء شيء، لانك انت صليتي مع مجموعه من الناس، فبيدل على الفرج بامر الله ليكي وللشخص اللي انت تعرفيه او الشخصيه اللي انت تعرفيها. طيب نرجع مشاهدينا الكرام مره ثانيه للتليفونات، ومعايا على الخط استاذ رامي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ رامي. الله يسلمك، الله يخليك. اتفضل. بقول لحضرتك امي هلمتني حلم ان انا ما اتجوزتش لسه، يعني ان انت ايه؟ ما اتجوزتش، بس بتقول لي حلمتني تخلف عبد الرحمن او ادم او عبد الله. يعني رامي انت في الحقيقه مش متجوز. بس والدتك حلمت لك ان انت مخلف. وحلمت بالاسماء اللي انت بتقولها، يعني عبد الرحمن ومين تاني؟ عبد الله وعبد الرحمن وادم وادهم. دول اولادك في الحلم. طب وانت مش بتشتغل؟ ايه؟ انت شغلتك ايه؟ بتشتغل انت دلوقتي؟ شغلتي في الشغلانة بتاعتك، شغلك على الله. على الله. اصل انك تخلف ويبقى عندك اكتر من ولد دليل على اكتر من شغلانة، ودليل على فرج جاي لك جامد 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 ان شاء الله علشان فعلا تتجوز. طيب يا رامي، يعني بشرة خير هي جايه لك ان شاء الله، ويا رب تكون يعني خير عليك فعلا ان شاء الله. ان شاء الله انت الله. اكيد بتسعى وربنا هيجازيك في الاخر بامر الله. طيب ناخد رساله سريعه يا استاذه منى، بتقول انا حلمت بماما بتدعي لي وقالت يا رب يجعل فلان من نصيبك، واختي قالت يا رب تتجوزه. يا رب تتجوزه، هي الام بتدعي لبنتها يا رب تتجوزه، دعاء مقبول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا هي الدعاء ده كان في الحلم يعني. هو الدعاء بيدل على المحبه، وبيدل على امنيه الام لبنتها، وبيدل على التعب بتاع الام ونفسها في شيء معين لبنتها عشان تراضيها. والله اعلم. والله اعلم. طيب معانا اتصال جديد معايا على الخط، مدام هدير. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. انا كنت بس عايزه اكلم الدكتور بتاع الصحه والجمال. دكتور مين يا فندم؟
طيب اعتقد انه يعني انقطع اتصال. يمكن استاذه هدير يعني حضرتك شوفي الرقم الصحيح اللي انت حابه انك توصلي له، وان شاء الله الجماعه في الكنترول هيساعدوكي. معايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه اسماء. استاذه منى ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي بخير. انا عندي حلم، بس حلمين. حاضر يا حبيبتي. طب اتفضلي، بس استاذنك تعلي صوتك شويه يا اسماء. حاضر. اول حلم انا حلمت ان في واحد لبسني دبله ذهب، هي كانت فضه مش ذهب، والكلام ده كان من شهر. ومن اسبوعين دلوقتي حلمت ان انا كنت ماشيه عادي في طريق، وجاء واحد كان في ايده حاجه وكان عايز يموتني، والواحد اللي هو كان عايز يلبسني الدبله دوت هو اللي خدني من اللي عايز يموتني ده وخباني منه. طب وانت عارفة شخصيا يا اسماء؟ طيب ماشي، بس كده. طيب شكرا ليك يا اسماء. اسمعينا كده من التلفزيون ونشوف بقى راي الاستاذ منى ايه. هو طالما لبسها دبله فبيدل على الفرحه وبيدل على التفكير الموجود، اما موضوع ان في واحد كان عايز يموتها هو حشو عنه وكده فبيدل على ان في بس حد موقف حال اسماء في حاجه صغيره هو باللسان، بس ان شاء الله ان شاء الله هو مش هيحط الكلام ده في دماغه وهيجي لها ان شاء الله بامر الله وهتفرح. والله اعلم. والله اعلم. طيب ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، وحابب افكركم سريعا باللي حابب انه يكلم الاستاذه منى طلال خارج وقت البرنامج يقدر يكلمها من اي محمول على 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2، ده رقم الخط الساخن الخاص بالاستاذه منى. وبفكر حضراتكم برضو ان يوم الجمعه هو اليوم المخصص لاستقبال حالات العلاج المستعصيه من المس والسحر مع الاستاذه منى طلال. برضو للحجز والاستعلام هيكون على الخط الساخن 1756، والرقم الداخلي هو رقم 2. خليني ارجع لرسائل الاستاذه منى سريعا كده. رساله بتقول حلمت ان انا اديت جزمتي لواحده تشتغل بيها، بس كانت لابسه فرده غير فرده. تمام. وبعد كده جيت امشي قالت لي استني خدي جزمتك، استني 5 دقائق خدي جزمتك، وبعد كده يعني بتقول اخلص وامشي. هو هنا الجزمه فبيدل على الراجل العريس او بيدل على الخلفه، فموضوع انك تدي جزمتك لواحده تشتغل بيها، فما تحكيش اسرارك لحد وحافظي على اسرارك عشان موضوعك ينتهي على خير ان شاء الله، وربنا يكرمك في الشيء اللي انت بتطلبه وبتتمنيه. والله اعلم. والله اعلم. طيب في رساله برضو تانيه بتقول دايما بحلم ان الجزمه بتاعتي واحده بتاخدها مني او بتضيع وبترجع لي تاني. لا هو بيدل برضو على امر واحد برضو شخص برضو، ان في واحده عينها منه فبتشغله فبيروح وكده وبترجع لك تاني، يعني اصبح الموضوع معاكي، بس الله اعلم شكلك متجوزه يعني. طيب نرجع مره تانيه مشاهدينا الكرام لاستقبال التليفونات، ومعايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عاوز اكلم الاستاذه منى لو سمحت. اتفضل. مين معايا؟ تامر عبد. اتفضل يا فندم. تامر معاك يا باشا. اتفضل يا استاذ تامر. عاوز اقول لها ده حلمين لو سمحت منى. حاضر اتفضل. اتفضل يا استاذ تامر. حلمت طول الليل اللي هي عماله تلطم. بيقول ايه؟ اخته حلمت ان هي طول الليل عماله بتلطم. امي حلمت طول الليل اللي هي عماله تلطم، وقامت لقت الفجر بيت. وانت ايه؟ وهو ايه؟ وقامت لقت الفجر جدا، ما قامت من الهجر. طيب. طيب بص ربنا بيجيب عندكم مشاكل يا رب العالمين. طب استنى استنى يا استاذ تامر، هو الاول موضوع اللطم ده فبيدل على المشكله اللي هتيجي، بس انتم محتاجه منكم العقل والتفكير فيها، بيدل على حاجه هتزعلكم كلكم، بس محتاجه التفكير والصبر فيها. وخاصه الكبير اللي في البيت. ماشي. كمل يا استاذ تامر. ماشي. طب والحلم الثاني؟ الحلم الثاني حلمت اللي انا اطلع على البحر وفي 3 ماسكني بيضربوني. لا يبقى المشكله معاك انت بقى. ماشي. حاضر يا استاذ تامر، شكرا. واسمع كده الاستاذه منى من التلفزيون ونشوف رايها ايه في الحلم ده. طالما هو على البحر فالبحر بيدل على الحيره وعلى التعب وعلى التفكير، ومش عارفه الاخ تامر في مشاكل بقى بينه وبين حد معين، لان بيضربوه عند البحر في ناس هتتكلم عليه كلام مش كويس وهتدخله في مواضيع، والنتيجه طبعا هتبقى في البيت، لان الرؤيه الاولانيه ردت على الرؤيه الثانيه، فربنا يستر يا رب. وخلي بالك من نفسك، يعني خلي بالك من نفسك وراعي كل مشوار انت بتروحه وعرف اهلك بيه، وحاول على قد ما تقدر لو في اي مشكله حلها بالراحه ما تكبرهاش. طيب ربنا ما يجيب مشاكل لحد يا رب ويفك كرب الجميع باذن الله. خليني اخد رساله سريعه. استاذه منى بتقول انا مدام اسماء، اختي حلمت ان في ناس بيقولوا لها اختك اسماء حامل. هو هنا الحمل فبيدل ان شاء الله على البشاره الطيبه. والله اعلم. على البشارة الطيبة بأمر الله. بشرة خير يا أستاذة أسماء، وأتمنى كل اللي بعتين اس ام اس يكونوا سامعيننا وشايفيننا دلوقتي عشان يسمعوا تفسير أحلامهم. معايا رسالة بتقول حلمت إن أنا اتقدم لي واحد أسمر وسمين وأنا ما وافقتش عليه، وفي حد كان بيقول لأمي ما تخليهاش تزعل، ربنا كاتب لها يعني كتابها أو مكتوب كتابها عند ربنا.
هو هنا يعني هو كان يتقدم لها فعلا الشكل ده اللي هي بتحكي عنه ولا مش عارف؟ هي ده في ده بتقول انا حلمت ان تقدم لي واحد اصل يتقدم لها واحد اسمر وتخين، فبيدل على انه غني ومستور وهيسترها معاه وما تخافيش وكده، فممكن والله اعلم الموضوع ما يحصلش فيه نصيب وهتندم عليه، فبشرى الثانيه جايه لها انك ما تزعليش هيجي لك احسن منه والله اعلم. والله اعلم. طيب رساله صغيره سريعه بتقول حلمت ان انا معايا فلوس. لا مفيش فلوس فلس والله اعلم، ربنا يديك يا رب ويدينا كلنا يا رب يدي الجميع. معايا فلوس؟ لا مفيش فلوس. طيب نرجع مره تانية ونكمل التليفونات ومعايا اتصال جديد. الو السلام عليكم. ام مؤمن. طيب انقطع الاتصال مع ام مؤمن، حاولي تكلمينا مره تانية يا فندم. خليني اخد رساله كده برضو صغيره بتقول بحلم دايما ان زوجي بيطلقني. لانه بيطلقك بيدل على المشكله اللي هتقع بينكم، بس لها حل ان شاء الله لو انت فكرت بعقلك والله اعلم. والله اعلم. طيب في رساله تانية برضو بتقول حلمت ان امي وهي طبعا في الحقيقه متوفيه، دي جت لنا امبارح تقريبا بس نقولها عشان يمكن ما سمعوهاش، ان هي بتغسل خالتي وهي على قيد الحياه واحنا كنا واقفين نشوفهم. هو هنا خالتها، انا كنت عايز اعرف ان خالتها دي اللي عايشه ولا مش عايشه، لان هنا الغسيل فبيدل على الخروج من الذنوب وبيدل على الكفاره ان تطلع حاجه لوجه الله، وبيدل ان شاء الله هنا برضو على موضوع الحجه ان هي ممكن تحج، فده كله على خالتها اللي هي الموجوده على ما اظن في الرؤيه يعني والله اعلم. طيب والله اعلم. ناخد برضو رساله قصيره سريعه كده بتقول انا شفت سيلفي وجهه فيه بهاق وشفته وشقته عفوا كانت وحشه ومكسره. البهاق اللي هو البقع البقع البيضة دي بيدل على المشكله اللي هي عنده اللي ملهاش حل خالص والله اعلم، ربنا رب يجعل له حل، وبيدل على خلاف بينه وبين حد عزيز عليه والخلاف ده هيطول والله اعلم. والله اعلم، ربنا ما يجيب خلاف بين اي حد. في رساله بتقول حلمت ان انا قاعد جنب جدتي في وفي حد تقريبا خرج جدي المتوفي من الاوضه وكان لابس جلابيه خضراء وعريض المنكبين وحضني وبسني بوستين على خدي والثالثه كانت على راسي وحضن جدتي. هو هنا البوسه فبتدل على المحبه وعلى طول العمر، وخاصه لو عريض المنكبين فبتدل على سترهم في الدنيا وفي الاخره والمعانقه وكده، فبتدل على الحياه الكريمه لهم، خاصه ان هم طلعوا جدهم المتوفي من الاوضه، فربنا يصلح لهم حالهم يا رب العالمين يا رب العالمين. نرجع مره تانية للتليفونات ومعايا اتصال جديد. استاذه ابتسام سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي اهلا بيكي. انا اتصلت بحضرتك قبل كده مره زمان. انا تحت امرك يا حبيبتي اموريني وربنا يزيدك من علمه يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. انا شفت رؤيا وانا الحمد لله بقول اذكار طبعا بجتهد يعني، وانا بصحى من نوم الصبح كاني اقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر، زي ما يكون مش عارفه انا بحلم بيها ولا بقولها حقيقي. ومره تانية شفت وانا بصطاد سناره مع انها بايظه شويه، لكن اصطدت سمكتين بولتي وسط صحيين. يا مسهل الحال يا رب. وبقول لحضرتك معلش عشان حضرتك ربنا يكرمك يعني، ابن اختي تعبان وكذا مرض عنده، تدعي له وتدعي لنا بحسن الخاتمه، ومراته وابنه بنته برضه عينه قوي. حاضر يا حبيبتي اللهم اشفي رب العالمين. اللهم اشفي كل من كان يا رب العالمين. بشكرك على اتصالك واسمعينا من التلفزيون. هو موضوع موضوع الاذكار فالحمد لله فبيدل على ان هي الحمد لله محروسه، والحرس والله ربنا حارسها ان شاء الله من السوء ومن كل اللي حواليها من شياطين الانس والجن. وموضوع ان هي بتصطاد سمكتين فبيدل على رزقها الله اعلم في العيال او في المعيشه. اما موضوع المريض ده فيا رب يشفيه ويشفي اي انسان مريض في الدنيا رب العالمين، ويوفق كل حد لحد ويسهل الحل للعالمين اجمعين يا رب. والله مشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه قريبا. معايا اتصال جديد. استاذه هدى سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا استاذه هدى؟ الحمد لله تمام. ازيك اهلا بيك. ازيك يا هدى؟ الحمد لله يا استاذه منى. ممكن اقول لحضرتك حلم؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. بقول لحضرتك انا حلمت بمامتي المتوفية، جات لي في الحلم هو كان في عريس وانا رفضته. وجت وقالت لي بعدين ما كلتليش استخارة ولا اي حاجة يعني. فجت وقالت لي العريس ده كان مدينا شنطة احنا هناخدها منه. انا شفت الشنطة شنطة بلاستيك سمرة. قالت لي احنا هناخدها منه وانت تروحي له تدي له 5 جنيه بس. هدى معلش، هو اللي ادالكوا الشنطة دي عريس؟ هو في الحقيقة لما جيت أقدم هو ما جابش حاجة. ده في الحقيقة يعني هو نفس الشخص اللي موجود في الحلم؟ ما ادالناش، وأنا ما كملتش استخارة ولا أي حاجة، بس لقيت مامتي جت وقالت لي الشنطة دي بتاعتي، بس إحنا مش هنديها له هناخدها، بس جت علي قالت لي بس لازم تروحي له وتديله 5 جنيه. طب هو دلوقتي موجود يا هدى ولا الموضوع ايه؟ هو دلوقتي موجود؟ لا والله انا ما عرفتش عنه. لا انا رفضت.
بس رفضته ما اعرفش هو مش رفضته يعني ما تعرفش انا بقى. يعني نفسيتي تعبانه برفض اي حد ما عرفتش عنه حاجه هو حلو ولا وحش ولا حتى صليت استخاره ولا اي حاجه. اه يا حبيبتي ماشي حاضر. طيب معلش انا في عندي سؤال بس يا هدى، انت بتقولي نفسيتك تعبانه وبترفضي اي حد بيجي لك؟ ايوه. طب ليه يا هدى؟ معرفش معرفش عندي وسواس بشوف في كل حاجه فحاسه ان محدش هيقدر يعيش معايا. ليه يا حبيبتي؟ ده انت كويسه وجميله وطيبه بس انت اللي عندك شويه اكتئاب كده وهيروحوا لحالهم ان شاء الله. طيب يا هدى حاضر. عندك خوف كده من حاجه معينه بس ان شاء الله ما فيش اي حاجه وكل حاجه تبقى كويسه ما تقلقيش يا هدى. هدى اسمعينا كده من التلفزيون انا بشكرك على اتصالك بينا كده ونشوف الاستاذه منى هي عندها وسواس يا استاذه منى بان هي موضوع الكيسه. اه والدتها قالت لها على موضوع الكيسه مش عارفه اخديها وروح عنده كده فبيدل على ان هي بتبشرها انك ما تخافيش بالامر وتقبلي الامر وموضوع الكيسه اللي هي الحياه وسر الحياه فهي بتقول لها ما تخافيش بتوصل ان اي حد يجي ما تخافيش منه وفكري الموضوع بالراحه كده وما تقلقيش. اما موضوع الوسواس ان هي مش هتعيش ومش لا هتعيش وهتبقي زي الفل وهتبقي ام جميله كمان بس لما يجي لك حد يصلي صلاه استخاره وبامر الله الموضوع هيبقى كويس يا هدى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ويا رب نسمع عنك اخبار كويسه قريبا يا هدى باذن الله. ناخد اتصال جديد معايا على الخط ام يوسف. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اتكلم الاستاذه. ازيك يا ام يوسف؟ اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن اقول حلم؟ حاضر يا حبيبتي اتفضلي. حضرتك انا حلمت ان انا وجوزي قاعدين على سلم بيت قديم. اه. والسلم احنا كنا قاعدين بنتكلم كويسين وكل حاجه فجاه واحد من ورا بص علينا كده هو شخص ملتحي وكويس قوي وضحك لنا فجاه لقينا واحد تاني شكله مش كويس دخل فلقينا السلم بيتكسر وانا رحت في مكان وهو في مكان وهو في الحقيقه اصلا في مشاكل بيني وبين جوزي. بس فهو وقف يبص لي من بعيد وانا بص له عايزين نكلم بعض ونرجع نقف مع بعض تاني بس مش عارفين يعني ده حلم. ممكن اقول حلم تاني؟ طب هقول لك على حاجه يا ام يوسف. انت اكيد عارفه مين الشخص اللي بيوصل كلامه وبيوقع الدنيا ببعضها لان في هنا شخص مبهدل الدنيا خالص بينك وبين جوزك. انت عارفاه يبقى انت المفروض ترجعي لجوزك ومعلش يعني تيجي على كرامتك شويه وترجعي لان جوزك مش بعوايده على ما اظن كده واحساسي التصرفات بتاعته دي مش هي جوزك. انت سامعاني؟ ايوه. فانت طالما انت عارفه الشخص وعارفه الانسان اللي بوظ الدنيا دي كلها لا ارجعي لجوزك لان انت اكيد ابو يوسف مش هو ده فاغفري له الحاجه اللي هي مزعلاكي منه وممكن بعدك شويه وارجعي له. انا قلت له على كل حاجه بس هو مش متقبل مني الكلام لان هو حد من اهله. ما هو اللي على السلم بيدل على حد من العيله انا مش عايزه اوضحها جامد يعني فمعلش يا ام يوسف. طب دخلي حد ابن حلال لان هو مغصوب على حاجه غصب عنه وان شاء الله ربنا يصلح حالكم يا ام يوسف يا رب. ان شاء الله باذن الله. ام يوسف لسه معانا ولا كده خلاص؟ طيب بشكر ام يوسف. في معايا اتصال تاني معايا على الخط استاذ احمد. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو ايوه معاك يا استاذ احمد اتفضل. طيب انقطع الاتصال. مشاهدين الكرام يعني باقي معانا تقريبا دقايق في حلقتنا فخلوني اخد مجموعه رسائل كده عشان اللي بعت لنا اس ام اس اتمنى يكونوا بيشوفونا ويتابعونا عشان يسمعوا تفسير احلامهم. في معايا رساله استاذه منى بتقول حلمت ان انا نايمه مع زوجي وفجاه اتفاجئت ان مرات عمي فتحت الباب علينا وبتقول لي ان في رجاله عايزينك بره وبتقول انا حشت نفسي منهم بالعافيه لان كان غرضهم سوء وعلى فكره انا بكره مرات عمي وكمان زوجي كان جالس على السرير لا حول له ولا قوه. في حد عايز يدخلك في مشكله كبيره جدا جدا وتطعن شرفك بالذات فخلي بالك عشان الموضوع يخصك انت وجوزك ان حياتكم تتفركش فخلي بالك. الله اعلم مش شخصيه اللي هي مرات عمك دي ولا حد تاني بس خلي بالك جدا من تصرفاتك لانها محسوبه عليكي خاصه ان في حد قاعد لك بالمرصاد والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا رساله ثانيه بتقول حلمت ان انا ومراتي بنضرب تعبان وبعد كده كان شكله كده عمل شكله ان هو مات يعني ومجروح في ظهره وفجاه صحي وجري وبعد شويه وجدناه رجع تاني وكانه في يعني في جحر كده وكان تعبان جدا. هو بيدل على عدو ملازمهم وهم اكتشفوه وخدوا موقف من يمته بس رجع لهم تاني وعامل فيها ان هو سهتان يعني كده ان هو تعبان بس هو مكار برضه يخلي بالهم منه لو هم عارفين والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا رساله بتقول انا دايما بحلم ان الجزمه ده اللي جالنا اللي هي بتضيع وبترجع لي تاني
اه بس ده له تكمله يا استاذه منى، معلش هنقوله بقى كامل اللي هو بتقول انا بحلم ان الجزمه بتاعتي دايما واحده خدتها مني وبحلم ان هي بتضيع وبترجع لي تاني، وفي اخر الحلم اخر حلم حلمته ان انا اديت الجزمه بتاعتي لواحده علشان تشتغل بيها، بس اللي هي كانت لابسه فرده وفرده، ده الحلمين جايين متجزئين هنا مبعوث كامل مره واحده، وتقريبا احنا ما انا يعني كنت شاكه برضو ان لان الحلمين انا لقيتهم شبه بعضهم بعض. اه فانا الاخر فسرتهم التفسير طلع واحد، وفعلا الحلم طلع كله تكمله واحده اللي هي شكلها اه اللي هو يخص الراجل او يخص الشخص اللي معاكي آه، فخلي بالك منه وما تحكيش زي ما انا قلت لك اي حاجه تخصه لاي حد، وحافظي عليه زي ما هو بيحافظ عليك حافظي عليه، لان بيدل على الامر اللي مش هيبقى محبوب جدا بينكم وبين بعضهم، بس هتتحل يعني. طيب ان شاء الله يا رب الخير للجميع باذن الله. خلونا كده نكمل رسائل مع حضراتكم. معايا رساله بتقول حلمت ان امي معها ست غوايش اه، ويعني اختي الكبيره خلت والدتي ادتني ثلاثه وادت لاختي ثلاثه. هو هنا الغوايش فبيدل على الورث، يا اما بيدل على الخلفه ان شاء الله وعلى الفرحه من اتجاه الام، يا اما بدعوه منها يا اما بورث من عندها، والله اعلم. والله اعلم. طيب في رساله بتقول حلمت ان اني دخلت مسجد صغير وكان مظلم، وبعد كده شفت رجل جالس في جزء من المسجد اه محاط بنور، ده برضو كان جالنا متكرر قبل كده، واتمنى طبعا ان يكون صاحبه سمع تفسيره. معايا رساله تانية بتقول بنتي حلمت ان بيت اهلي وقع، وبنتي حلمت برضو ان في شخص بيصب ميه في عبي. هو هنا بيدل على الحاجه المكروهه، ربنا يا رب ما يجيب اي حاجه وحشه، بس احنا مش هنفسرها هنقول خير ان شاء الله، وخلي بالكم من بعضكم، ولو اي حد تعبان رعوه خلي بالكم منه واهتموا بيه، والله اعلم. والله اعلم. طيب رساله بتقول حلمت ان صدري يخرج منه اللبن باندفاع شديد. بيدل على الرزق وبيدل على الخير وعلى البركه ليكي واللي حواليكي، لان هنا لما بيخرج باندفاع فبيدل على الناس اللي حواليك اللي انت بتحبيهم، الخير هيعم عليهم، والله اعلم. والله اعلم. اس ام اس تانية بتقول حلمت ان في شقتي تعبان كبير كان يعني مختفي، وكنت بدور عليه في كل مكان في الشقه علشان اموته، وانا ما كنتش شايفاه ومش عارفه انام لاني خايفه انه يقرصني، علشان لو قرصني وانا نايمه هموت، وبقول لحد يعني يديني اسم عشان احطه، عفوا يديني سم له علشان احطه واموته. والله انا مش عايزاك تعالج الغلط بالغلط، لان السم هنا في معناته المال، ما تديش فلوسك او ما تديش مالك لحد ما يستاهلش عشان تراضيه ويبقى تبعديه عنك بالمعروف، وادي حاجه. الحاجه الثانيه عايزاك تعملي رقيه شرعيه، لو ربما ان يكون الامر من اتجاه تاني يبقى انت برضه محصنه نفسك للاحسن، والله اعلم. والله اعلم. طيب معايا رساله ثانيه برضه بتقول انا حلمت ان عمي المتوفي ماسك بنتي منا من ايديها، وبتقول واحنا كنا واقفين في الشارع. لا المسكته من ايديها بيقول لك خلي بالك منها وحافظي عليها، لان الشارع توها ومتاها، فبيقول لك خلي بالك منها وراعيها واعملي لها رقيه شرعيه واحرصيها اكتر من كده شويه، والله طيب. اعلم. والله اعلم. نرجع برضو للرسائل، وفي رساله بتقول حلمت بخير اللهم اجعله خير بابي المتوفي ماسك خرطوم ميه وبيرش امام محله، وكان يعني هو كان تاجر حديد، واول ما شافني كان فرحان وبسطه من خده، وبعد كده باع بيعه حديد لاسره وقال لامي اكتبي في الكراسه 220 في 600 آه. وامي قالت اللهم صلي على النبي. شفت يا علاء، هو هنا الحديد فبيدل على القوه وعلى المال وعلى العز وعلى الجاه، وموضوع الخرطوم الميه اللي بيرشها فبيدل على ان الراجل ده كان ليه خير على ناس ياما، اما بقى موضوع الفلوس فانا مش عارفه الله اعلم دي عليه ولا ليه، بس في كلا الحالات الامر هيعرفوا بيه وهيتم بقى التنفيذ فيه يا اما عليه او ليه، فالامر جاي، الامر جاي لهم يعني في الحالتين سواء ليهم او عليهم هو الامر جاي وهيتم بس رش الميه بالخرطوم على ما اظن كده ان فلوس لهم هم حاجه في صالحهم يعني اه، باين الفلوس طيب. دي عند حد وكده، بس ان شاء الله ربنا يهدي الناس دي وتديلهم الفلوس دي يا رب ان شاء الله وخير باذن الله. ناخد رساله بتقول انا حلمت ان في حد من قرايبنا كان بيتكلم وهو في الحقيقه اخرس. لا هنا لما بيتكلم فبيدل على ان شاء الله الايه بتاعت ربنا اللي هتنزل من عليه، وفعلا هيبقى فيه الراجل ده يتكلم بس الكلام الخفيف ان شاء بس الله، بس ان شاء الله يعني بشره خير جميله دي آية، جدا آية من ربنا عليه بامر يا رب الله. باذن الله تكون بشره خير من عند الله. معايا رساله تانية بتقول شفت رجال كتير جالسين وكنت انا جالس معاهم انا وعمي ومعايا تمر، كنت عايز اديلهم التمر ده وخايف انه يعني ما يكفيهمش، شلت اتنين حلوين في جيبي لزوجتي ووزعت عليهم باقي التمر وتبقى تمر تاني معايا. هو ان شاء الله ده بيدل على الخير اللي هيبقى فيك وهتدي لغيرك، وما بتبخلش على حد خالص، وانك تشيل اتنين لزوجتك فبيدل على بركه الحياه بينكم وعلى الاولاد وعلى العيشه الطيبه الكريمه وعلى انك راجل مخلص لبيتك، والله اعلم. والله اعلم. اس ام اس تانيه بتقول حلمت اني بحلل تحليل حمل رقمي
ونسبة الحمل كانت 8 وكانت ضعيفة جدا، فقالوا لي نامي وما تتحركيش. لا بشارة بالحمل المفاجئ، والله أعلم. والله أعلم، كل شيء بوقته أوانه ومقدر من عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدين طبعا أنا ما زلت متواصل معاكم في قراءة رسائل الاس ام اس اللي موجودة معانا. معايا رسالة بتقول حلمت بخالي انه جاب كيسين وبيقول محمد جابهم وفتحناهم لقيناهم سكر وعصير بودرة. هنا وسعادة ورزق عاجل واخبار طيبة وسر محدش يعلمه غير الله، والله اعلم. والله اعلم. اس ام اس تانية بتقول حلمت ان اني طلعت فوق سطح البيت، ويعني لقيت السماء كان فيها القمر مقسوم نصين، وكل نص موجود فوق، موجود فوقه مستطيل مكتوب لا اله الا الله، وفي الآخر مكتوب محمد رسول الله. نصرة الإسلام مهما تغيرت الأقاويل والأفعال والأشخاص، نصرة الإسلام في النهاية، والله أعلم. يا يعني يا رب إن شاء الله ينصر ديننا وإسلامنا، وكل ما مسكنا في ديننا وإسلامنا كل ما كنا أقوياء أكتر. معايا اس ام اس بتقول أنا بحلم إني بصعد سلم بصعوبة شديدة جدا، وكنت خايف والسلم كان بدون ترابزين أو سور يعني، وما كنتش عارف ان انا اطلع او اكمل الطلوع عليه. بيدل على انك بتاخد الحياه بجديه، ومحدش بيساعدك وبتنجح الحمد لله وربنا بيسترك، لان انت بتبني نفسك بنفسك، والله اعلم. طيب رساله ثانيه يا استاذه منى بتقول يعني حلمت ان بابا اخذ السجاده بتاعتي، وقلت لماما ان هو خد السجاده يعني، فقالت هو خدها علشان يفرشها في اوضته. يفرشها في اوضته، فبيدل على احتمال والدك ده يحتاج منك حاجه، فرضيه وقولوا له حاضر ونعم، لان ان شاء الله الخير هيجي من كلمه حاضر اللي انت هتقولها له، والله اعلم. طيب اس ام اس ثانيه بتقول حلمت بالرئيس مرسي بيسلم عليا في مسجد. هو سلم الرئيس مرسي على حد في المسجد، فالرئيس محمد من الحمد ومرسي من الترايس في الامم والمسجد، بيدل على الخير والبركه لصاحب الرؤيه، والله اعلم. والله اعلم. طيب في معايا رسالة تانية بتقول يعني أنا كنت حلمت أن أنا بقرأ المعوذات وقمت من النوم، وكنت حاسة أن أنا قاعدة على، والحلم مش كامل. أتمنى من صاحبة الحلم أن هو تبعته لنا كامل علشان نقدر نفسره بصورة صحيحة. في رسالة أستاذة منا بتقول حلمت أن والدي المتوفي ندى عليا وقال لي أنا هجوزك بنت رجل يعني صديقه كان جالس معنا. بيقول أنا هجوزك بنت رجل صديقه. بنت ده بيدل على الشخصية اللي في دماغك هتاخدها، بس لو طلعت جدع وكده وقد المسؤولية كده وبينت للناس انك راجل، والله اعلم. والله اعلم. مشاهدينا الكرام يعني كالعادة وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعة جدا، اتمنى يا رب كل اللي بعت لنا الرسالة يكون سمعها النهاردة، ولسه معايا مجموعة رسائل كتير، تابعونا في حلقاتنا ان شاء الله تسمعوا تفسير رسائلكم. يعني باسم كل مشاهدينا بشكر ضيفتي الكريمة الأستاذة منة الله، بشكرك على وجودك معنا النهاردة. مشاهدينا الكرام طبعا يعني انتظرونا بكرة في نفس موعدنا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا أسرار الرؤى. تحياتي وتحيات أسرة البرنامج لكل المشاهدين، كان معكم هاني ففاجي، أحلام سعيدة وتصبحوا على خير. والملك المالك لا شريك، والصمد السيد والمبين، والأحمد